السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل الحضور، إن شاء الله هنكمل الكورس بتاعنا اللي هو الـ Land Simulation Using AutoCAD Blender 3D. أتمنى من الحضرات اللي كانوا حاضرين معانا الكورس المرة اللي فاتت يطمنوني إيه الأخبار في الشغل اللي إحنا عملناه المرة اللي فاتت، عندهم أي مشاكل. يا ريت نبدأ النقاش بخصوص الحلقة اللي إحنا عملناها المرة اللي فاتت. لو حد عنده أي مشكلة يقول، لو حد عنده مشاكل في البرامج يقول. مهندسين افهم من كده ان كله ما عندوش مشاكل، الحمد لله كل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت اتطبق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. باشمهندسين انا يهمني على قد بقدر الامكان انه الكورس يكون تفاعلي، يعني اللي عنده مشاكل يقولها. انا متعود على البرنامج، فممكن ابقى عامل اعدادات معينه بتخلي البرنامج معايا مش شغال، زي السناب مثلا. تيجي تعمل حضرتك حاجه تلاقيك مش عارف تعملها خالص، وفي الاخر خالص هي تركيز صغيره كده هوري لحضرتك حاجه في السناب مثلا تقوم ظابطه لك الامور. فانا عايز اشوف المشاكل اللي عند حضرتك، ان حد طبق معنا الكلام اللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت. يعني احنا خلصنا الاستراكشر السين المره اللي فاتت، كل الاسئله اللي جات لي هو مهندس واحد سالني انه عايز يخرج ام تي او بتاعت الاستراكشر ستيم. باشمهندس عبد الرحمن البيوم، ماشي حاضر. بص يا باشمهندس، هو عامة البرنامج متخصص اصلا في البلاند سيميوليشن، ومتخصص في شغل البايبنج، و يعني احنا دايما بنعمل ريبورتات عن البروف، عن البايبنج ماتيريال، عن الفيتنج، عن التانكات الاكيوبمنت الفيزلز. لكن عندك هنا في الداتا مانجر، حضرتك بس تضغط على الداتا مانجر في كل حاجه في المشروع. هتلاقي عندك مثلا اول فلتر هنا ممكن تقول له البلانت كامل. احنا كل اللي عملناه لحد الان ستيل، فهتلاقي يجيب لك ستيل ستراكشر. ستيل ستراكشر فوتنج دي كل القواعد اللي احنا عملناها. الستيل ستراكشر لادر ده كل اللادرز اللي احنا عملناها. اللادر وطوله 10 متر مع الكيج بتاعه والمواصفات الفنيه بتاعته. ستيل ممبر دي الممبرات اللي احنا استخدمناها كلها. المواصفات بتاعتها كلها بالاطوال. معايا؟ ممكن حضرتك في المرحله دي تيجي تعمل ايه؟ تيجي على الستيل ستراكشر ده تقول له كليك يمين وتقول له اكسبورت، هيطلع لك ملف اكسل شيت حطه في المسار اللي انت عايزه. قول له مثلا على الديسك توب وهعرضه لحضرتك وقول له اوكي. هنا الخيار اللي هم بيدورك انكلود تشايلد نودز، يعني انا واقف على كلمه ستيل ستراكشر. شايف الريبورت اللي قدام حضرتك ده؟ هيعمله لي جنريت كلاته. طيب انا لو قلت له الاكتف نود اونلي، كل الحاجات اللي هم التوزيعات الداخليه دي هو مش هيعملها. كده كده الستيل ستراكشر مغطي كل ده. لكن انا لو عايز اخش في التفريعات الداخليه في الشيتات لوحدها هوريها لحضرتك. تعالى نقول اول نوتس، اقول اوكي. هتيجي على الديسك توب مكان ما حضرتك اخترت. هتيجي على الديسك توب مكان ما حضرتك اخترت، هتلاقي اسم المشروع اهو، حليم بلانت والستيل ستراكشر دوت اكس ال اس، ملف اكس العادي خالص. وهتلاقي عاملهم لك ايه مراحل زي اللي انا قلت لحضرتك. الستيل ستيرز فده السلالم اللي عندك بالام دي او بتاعته. الستيل الاستراكشر ريلينج بتاعه بدا التفاصيل بتاعته. الاستراكشر جريتنج بتاعك برضه ده التفاصيل بتاعته، ممكن حضرتك تفتحها وتتمعن فيها شويه. الاستراكشر بليت اللي هو البليتات اللي احنا حطيناها، ده كان جريتنج طبعا، ده المواصفات الفنيه بتاعته كلها اللي احنا حطيناها. الاستراكشر ممبرز كلها برضه موجوده اهي بالاطوال، يعني ده ممبر اي بي 200 في الطول بتاعها كان 12 متر و90 وهكذا. كل المواصفات الفنيه، وهتلاقي اللينس موجود، وهتلاقي الماتيريال كلاس اللي حضرتك حطيته، وبيحط لك كمان الستارت بوينت والاند بوينت، ولو هو ماتيريال جديده كل التفاصيل موجوده عند حضرتك. والاستراكشر لادر هتلاقيه برده موجود. دي الخانه ودي القواعد بتاعتنا، ودي الخانه بتاعت الستيل استراكشر. شايف الخانه بتاعت الستيل استراكشر؟ هو مجمعهم كلهم مع بعض. لو جينا على البرنامج الثاني عايز اوريه لحضرتك، شايف هنا الستيل استراكشر في كل الحاجات دي كلها، لكن انا لما بفتحهم تفريعات كل تفريعه بيفصلها لي عن اللي بعدها. يعني كل الستيل فوتنج الاستراكشر فوتنج هو ضمنيا تحت الستيل استراكشر، لكن الستيل استراكشر فوق ايه؟ في ستيل استراكشر، في اللادرز، في الممبرز، في البليتس، الجريتنج، كل حاجه. فانت لما تقول هنا اكسبورت بيديك خيارين، اطلعهم لك ملف واحد فقط اللي هو زي ده بس اللي هيطلع، ولا اطلعه والحاجات الداخليه اللي تحته اطلعه والنوتس اول تشايلد نوتس. اول تشايلد نوتس ده يعني اعمل لك ايه؟ يعني اعمل لك تابه جديده للاستراكشر بليت، تابه كمان للاستراكشر جريدنج. يمكن انت عايز تشتغل، يمكن حضرتك عايز تشتغل على الممبرز بس،
او اللادرز بس او الفوتنج بس، فانت تقدر تطلعهم من هنا بسهوله جدا. في حاجه في البرنامج اسمها الريبورتنج ان شاء الله، مش عارف اعمل كوبي لممبر، الصوت بيقطع. الصوت واضح يا باشمهندس؟ الصوت تمام يا باشمهندس. طيب المهندس فين الشاب بتاعنا؟ المهندس شهاب بيقول مش عارف اعمل كوبي لممبر. يعني ايه مش عارف تعمل كوبي لممبر؟ احنا قلنا ان احنا شغالين في فيديو اوتوكاد العاديه خالص، انا ممكن اجي على اي ممبر اهو، اي ممبر سيلكت واضغط كوبي سي او اللي هو يفتح لك امر كوبي ده، وهتختار نقطه البيج بوينت، انا هختار من اي نقطه من هنا واتحركه. عمل لي كوبي هود من ممبر اللي انا عايزه. سي هيعمل لك سيركل، سي او هيعمل لك كوبي. معايا يا باشمهندس؟ اختار الممبر تاني اهو واقول له سي او كوبي، واقول له مسافه عشان يفعل الامر، واختار اي بريك بوينت من مكان فاضي من اي حته خدها اهي، واعمل منها واحده واثنين وثلاثه والامر يفضل شغال معاك. ممكن تعمل 20 حتى ممبر بسهوله جدا. تمام تمام يا باشمهندس عبد الرحمن. طب اتمنى ان حضرتك خدت بالك من اللي انا قلته يا باشمهندس عبد الرحمن بخصوص ان انا اطلع بيل اوف ماتيريال الاستراكشر ستيل. طيب هي دي بس الاسئله يا شباب اللي عنده اشياء اسئله، يعني كل الناس عملت المونك لادر لانه من اصحابهم مثلا او الستيرز. هو محتاج ايه وقت التنفيذ للاستيل؟ بص يا باشمهندس عبد الرحمن، ان شاء الله هحكي لحضرتك يا باشمهندس ادوار دلوقتي التفاصيل، لكن خلينا بس ارد على المهندس عبد الرحمن. مهندس عبد الرحمن بص هقول لحضرتك على حاجه. اولا دي البريمينالي، البريمينالي اللي هو التصميم المبدئي للبلانت اللي احنا بنعمله ده كلاته. انا لسه ما عملتش اي تصميم ان انا اقول ان الاستراكشر ستيل ده هيقدر يشيل الاحمال اللي عليه، فده بروبوز الاولي. يعني ده حاجه احنا عاملينها كروكي كده بس احجز مكان بيها، وعشان لما امشي المسير ابقى عارف اماكن العمدان بتاعتي فين واماكن الكمر فين، وفي ريلينج هنا وفي اكسسبيلتي، ده اللي انا بدرس بيه. لكن انت متخيل حضرتك ان هو ده الاستراكشر ستيل اللي انا بحطه في البلان؟ لا طبعا، انا كل اللي عامله بعد كده هصدر الكلام ده كله لبرنامج زي تكلا استراكشر او برنامج زي ادفانس ستيل. ادفانس ستيل انتجريتد اصلا لانه من برامج اوتوديسك، هو انتجريتد معانا هنا في المشروع. هو عامل له ادفانس ستيل اكس ام ال، وده كنا هنتكلم عنه النهارده. وبختار كل الاستراكشر ستيل اللي انا عايز احدده، بقول له سيلكت اوبجكتس، وبختار كل الاستراكشر ستيل ده وبقول له رايت كليك. خلاص كده قال لي انه في 34 اوبجكت سيلكتد، وبختار المصال بتاع الاوتبوت فايل بتاعي مثلا سي على ديسك توب، وهسميه اي حاجه وليكن اف اف على سبيل المثال، واقول له سيف. الملف اللي هو طلعه لي ده واقول له اكسبورت. الملف اللي هو طلعه لي ده هو ملف اكس ام ال، باخده افتحه ببرنامج ادفانس ستيل وابدا اشتغل عليه، او ابدا اخده على برنامج زي ستاد برو وابدا اعمل التصميم بتاعي. بس عشان اعمل تصميم لازم يكون عندي احمال، فهي هتلاقي المشكله كلها بتبدا من اخر نقطه لما حضرتك تخلص كل الاكيوبمنتس بتاعتك وتخلص كل البايبنج، وتبدا تحط نقطه التحميل على السبورتات بتاعتك، فتبدا تحسب بقى الفيزل دي مثلا او الاكيوبمنت ده وزنه قد ايه، وهيوصل او اماكن التحميل بتاعته فين، فابدا احدد اماكن التحميل والاحبال بتاعتي واخدها على ستاد برو، ابدا اعمل التصميم واعدل الممبرز كلها ان هي تشيل، وبعدين اخد الكلام ده كله واروح بيه على ادفانس ستيل او على تيكل ستراكشر، اعمل ديتيلد انجينيرنج اللي هو يعني السبورتات كلها والاماكن كلها تبقى واضح فيها اماكن، حتى المسامير والكونكشن ديتيلز والكلام ده كله. خليني اوري لحضرتك مشروع عشان حضرتك بس تبقى معايا. بتاخد بقى حضرتك كل الاحمال، وبعدين نروح نتكلم عليها ونقول والله ده الديتيلز بتاعنا اللي هو الستيل ستراكشر، ارجع ادخله تاني، هرجع اعمل سيلكت للممبرز دي كلها واحذفها، وادخل الموديل اللي انا عملته بتكلا ستراكشر احطه مكان ده، ولازم الاثنين يبقوا ايدنتيكال. واعلم حضرتك ان شاء الله في مرحله متقدمه شويه ازاي نعمل دي. هوري بس لحضرتك برنامج بسيط خالص. شايف حضرتك مثلا الستيل ستراكشر هنا، احنا كل اللي عملناه مثلا على سبيل المثال شيلتر زي ده، الشيلتر ده انا مش عامله هنا، انا عملته كروكي في اوتوكاد بلانت 3 دي، وبعدين
خدت التفاصيل بتاعته دي كلها ودخلت على ستيت برو عملت التصميم بتاعه وحطيت الاحمال بتاعه البايبات بتاعتي وكان التحميل والقصص دي كلها والويند لودز على الستاد برو عملت التصميم بتاعي ودخلت على اوتوكاد اسمه ايه بيكل ستراكشر عملت الاناليسيس بقى في ديتيلد انجينيرنج بقى في تفاصيل كبيره جدا في برنامج زي برنامج تيكل ستراكشر شايف حضرتك البلنز اهي شايف المسامير البولتس كل حاجه بتعمل لها ديتيل وبعدين بحذف اللي انا رسمتها في اوتوكاد بلاند 3 دي واعمل احط دي مكانها يبقى دي هي اللي عليها الشغل وده اللي بطلع منها البيل اوف ماتيريال والكلام ده كلاته لكن بطلعها من برنامجها اللي انا رسمها فيه لكن احنا هنا بس بنعمل برزنتيشن ان انا لما اجي امشي البايبات او اعمل روتنج للخطوط او احط اكيوبمنت ابقى عارف ان انا محتاج اعمل سبورت هنا للستيل ستراكشر محتاج اعمل شغل ستيل ستراكشر هنا عشان لما اجي اخرجه في البرامج الثانيه اشوف هيعمل معايا ايه شوف والله يا باشمهندس ادوار اتمنى ان انا كنت فاهم حضرتك يا باشمهندس عبد الرحمن باشمهندس ادوار والله انا المحاضره النهارده عامله لي قلق من امبارح انا عايز الكورس ده انا عملته مره قبل كده كلاته فانا عايزه يكون تفاعلي لابعد الحدود واتمنى ان انا اوصل للمشاكل اللي بتقابل اليوزر لان انا بصراحه وانا بتعلم البرنامج اتبهدلت جدا كان في مشاكل كتير جدا وفي تعليمات كتير ان شاء الله هرفعها لحضراتكم على الكلاود اكونت الشباب عاملينه لكن كان بيقابلني مشاكل كتير جدا انه المحاضر بيرسم قدامك الستيل ستراكشر وبيرسم قدامك اي ممبر بسهوله جدا وانت تيجي تكرر نفس الخطوات وما يطلعش اي نادي وبتتبهدل اخر بهدله وما انتش عارف السبب ايه وتقعد تعيده مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره وما انتش واصل بس برضه المشكله مش عايز اقول لك كنت بقعد بثلاث اربع ايام احاول عشان احل مشكله عشان كده انا يهمني جدا من الشباب كلهم ان هم يعرضوا المشاكل عندهم صدقوني هفيدكم كتير جدا في حل المشاكل دي لان تعرضت لها النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم على الاكيوبمنت هنعمل شويه ايديت للستيل ستراكشر ده عايز اوريك شويه ادفانسد يعني هنعمل لي شويه ري ارينجمنت شويه عشان اعرف حضرتك الموديفاينج بتاع الستيل ستراكشر وبعدين كنت هوري لحضرتك الادفانس ستيل اكس ام ال ده اللي هو التصدير وهنبدا نخش في الاكيوبمنت ان شاء الله هنعمل النهارده زي نعمل سيميوليت للتانك ونعمل الستركيز بتاعه ونعمل البلاتفورم وهنعمل فيزل واقفه وفيزل نايمه فيرتيكال فيزل وهوريزونتال فيزل ونبدا نفتح الموضوع للنقاش تاني زي امبارح ان شاء الله ده المخطط بتاعنا اذا في مجال ان شاء الله هنخش النهارده على الاسم ستاندر ونبدا ندي مقدمه بسيطه خالص يعني ايه اسم ستاندر و تفاصيل ايه لانه هنبدا نتعرض لها النهارده لما نيجي نشتغل في الاكيوبمنت فيها نوزلز والنوزلز فيها فلانجات والفلانجات دايما بنخش مواصفات فنيه كتير فيهمنا ان حضرتك تبقى فاهم الاكواد اللي احنا هنشتغل عليها والمصطلحات اللي احنا بنقولها. تمام كده يا مهندس ادوار؟ طيب افهم من كده ان احنا المفروض نروح للمحاضره ونبدا نشتغل. بصوا يا شباب احنا المحاضره اللي فاتت وصلنا لمرحله ان احنا عملنا حاجه بالمنظر ده اللي هو جريد وجريد كان درين ورسمنا عليها شويه ممبرز ستيل ستراكشر وعملنا لها شويه كامر وجريتنج وهندريل وعملنا ستيركيز وعملنا مانكي لادر يعني شويه حاجات كده سهله وبسيطه خالص احنا النهارده هنركز شويه ازاي اعمل ايديت للستيل ستراكشر فانا مثلا على سبيل المثال عايز اوري لحضرتك الستيرز فيها شويه شغل بسيط جدا بس بيسهل على حضرتك كتير هاجي اعمل الستيركيز ده كلياته بتاعه بالهندريل بتاعه وانا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل سلم يوصل للدور الاولاني وفي استراحه ويوصل كمان للدور الثاني. ده اللي انا عايز اعمله فانا هحذف كل الكلام ده كلياته وهنرجع نشتغل عليه ثاني. والاكستنشن بتاع الكاميرا ده انا مش محتاجه دلوقتي خلينا نرجعه. اهو. نقطه كمان نسيت اقولها لكم الفتره اللي فاتت يا شباب ان كل الستيل ستراكشر اي ممبر فيه هتعلم عليه هتلاقيه هتطلق نقطه في الاول ونقطه في الاخر اللي هي النقطه الزرقاء دي. النقطه الزرقاء دي تبدا حضرتك تطول منها تعمله اكستنشن لفوق او لتحت او لاي اتجاه وتبدا تاثره منها كمان يعني انا مثلا لو الممبر ده عايز اثره هاخد النقطه الزرقاء دي وانزل بيه كده المسافه دي. لو جيت حضرتك بصيت هتلاقي الممبر قصر بالمسافه دي فده برده طريقه للموديفيكيشن سهله جدا. الحاجه الثانيه انه هو دايناميك انبوت في الاول وفي الاخر يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا عارف البعد هنا بس انا عايز مسافه متر انزل اختار النقطه دي واعلم على الاتجاه شايف حضرتك الخط الاصفر ده هو ماشي في الاتجاه ده واحط له 1000 هكتب 1000 واقول له اختار يقوم مقصرها بالمسافه او بالطول اللي حضرتك عايزه اللي هو 1 متر. ما تنساش احنا شغالين الابعاد كلها بالمليمتر. يبقى انا لو عايز اطوله او لو عايز اقصره لاي سبب كان
انا اقدر اخد النقطه دي واحط البعد اللي انا عايزه اهو 1000. خلي بال حضرتك وانت شغال في الاوبشن ده لو انت مش عامله اورثوجونال وهتلاقي الموضوع معقد كتير. تعالى اوريها لك، انا هقفل الاورثوجونال اهو وهاخد النقطه دي وابدا اتحرك بيها لفوق. شايف هو بيتحرك معايا في كل الاتجاهات، فالقيمه اللي انا حطها ال 1000 دي مش هتطلع 1000 حقيقيه، واحيانا مش هيعرف يعملها بريزنت، مش هتطلع 1000 حقيقيه. ليه؟ لانه هيبدا يحسب انه لها انكلين. شايف هو هنا بيقبل معايا بس في الاتجاه ده، لكن لو عملت شويه مش هتلاقيه شغال. فلما حضرتك تيجي تشتغله لو سمحت شغل الاورثوجونال، شغل الاورثوجونال فيو ده، او اختصارا تضغط على اف 8 واختار الاوبشن بتاعك. حتى لو اتحركت يمين او شمال مش هيجيب لك بس غير على الاكس ده او على الاكس ده. الاكس ده مثلا هزوده متر واقول له انتر اهو، طلع الكاميرا بطول متر زياده. انا قلت لحضرتك ان انت شغال في بيت اوتوكاد العاديه اللي خالص، اعمل كنترول زد عادي هيحذفها، هذا كنترول زد هيحذفها اهو. رجعنا لنفس الديفولت الاعدادات الافتراضيه اللي احنا كنا شغالين عليها. طيب تعالى دلوقتي انا عايز ارسم سلم. السلم اللي انا هوريه لك تعالى هعمله بشكل كروكي كده. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل لاين في الاتجاه ده وبعدين في الاتجاه ده. شوف انا عايز اعمل السلم بتاعي هيطلع من النقطه دي مثلا، من النقطه دي مايل كده، وبعدين يمشي في الاتجاه ده عدل اللي هو استراحه، وبعدين هيطلع على زاويه 45 ثانيه زي اللي تحت بالظبط. خلينا برضو نرسمها، اعمل لاين ثاني وهاجي عند النقطه دي هتحرك عمودي واتحرك كده ويرجع السلم يطلع كام لاين ثاني يطلع بالمنظر ده. خلينا احذف لك بقى زيادات. انا عايز السلم بتاعي يمشي بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، بس سلم عايز اعمل ده في خطوه واحده سهله جدا. فاكر حضرتك الاعدادات بتاعت الستيرز اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، ستيرز ستينج ازاي؟ ده هي نفس الاعدادات، احنا مش هنغير فيها حاجه، احنا بنتاكد بس ان هي نفس المواصفات اللي احنا دخلناها. وعرض السلم مثلا زي المره دي انا عملت 900 اعمله 1000، يعني عرض متر واقول له اوكي. وبمنتهى البساطه يا باشمهندس كل اللي هتعمله هتضغط على ستيرز وتاخد نقطه البدايه وبعدين النقطه الانكليند بتاعتك ده وبعدين النقطه دي وبعدين النقطه دي وتقول له رايت كليك انتر. هو اوتوماتيك رسم لك السلم كامل اهوت، وهو مش على الاكس اللي بعده، رسم لك السلم كامل ومشى على المنطقه العدله. ما رضاش يحط فيها ستيرز لان عارف ان المسافه ما بين كل سلمه والثانيه صفر، فما رضاش يرسمهم. وبعدين عمل لك المرحله الثانيه. يبقى انا لو عندي مثلا مبنى متعدد الطوابق وعايز اعمل له سلم مره واحده يطلع الدور الاولاني وبعدين استراحه وبعدين الدور الثاني وبعدين استراحه وهكذا بمنتهى البساطه اللي انا وريتها لحضرتك كده. الحاجه الثانيه انا مثلا وقفت الاوردر بتاعي هنا، انا عايز اكمل كمان في المسار ده اعمل استراحه بطولها 1 متر، اجي برضه اعمل هنا عند النقطه دي واخد لاين واخد لاين. انا رازم دلوقتي ال، انا ضغطت حرف ال اللي هو لاين مسافه كده، فعلت الامر وخدت من النقطه دي مسافه 1 متر. 1 متر انا هكتب كام؟ هكتب مثلا 1000 او خليها 1500 عشان حضرتك الانذار، 1500 والانتر كده. انا رسمت الخط بتاعي هو الاستيب، هذا الخط بتاعي نفس القصه. اضغط على ستيرز وابدا من النقطه اللي انت وقفت عندها دي للنقطه دي وقول له رايت كليك انتر، هتلاقي رسمها لك برده بمنتهى البساطه بدون وجع قلب وبدون اي تفاصيل كتير. طيب تعال نطبق الكلام ده على البلانت عندنا. انا قلت لحضرتك ان انا عايز من اطلع من الدور الاولاني للدور الثاني هنا، وبعدين من الدور الثاني هاخد استراحه حوالي مسافه متر ونص، وبعدين هطلع للدور الثاني. الدور الثاني لازم اطلع قبلها مثلا بمتر ونص. تعال عشان نعرف نشتغل الكلام ده كله هنيجي نعمل اللاين مود عشان كل الهيصه دي كلها تروح، واعمل اوربت او روتيت على قد ما تقدر ان انت توصل للمنطقه اللي انت عايز تشتغل عليها. الاول انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اطلع من النقطه ده للنقطه ده. ممكن اعمله على مرحلتين، ممكن اعمله على مرحلتين. انا ممكن اهو اخد الريلينج او الستيرز من النقطه ده للنقطه ده مره واحده اللي هي الكورنر ده واقول له رايت كليك، يبقى انا عملت السلم الاولاني اهو، وبعدين ممكن ارحله كلته مره واحده، سيبه للاخر وننام. وعايز اخد استراحه مسافه 1 متر. طيب يا تعملها لاين يا تعمل ستيرز نفسها. هات الستيرز تاني، خد النقطه نفس النقطه لو سمحت، خلي بالك من السناب، او لو قدرت اقفل السناب خالص بتاع السنتر بوينت والميد بوينت. خلينا نشتغل على الاند بوينت. اهم واحده اللي انت ذاكرها النيرست، النيرست هيعمل لك مشاكل كتير. انا مثلا هاخد الاند بوينت ده تعالى، وبعدين هاخد النقطه ده واتحرك في الاتجاه ده زي القصه. هي دايناميك اونبوت. اعمل حضرتك مثلا متر ونص استراحه 500 وبعدين اطلع لفوق. ثاني اعمل ستيرز اخد النقطه دي
في الاتجاه ده واكتب مين 1500. 1500 مش هيقبلها لان انا مقفل النيرف. معلش نرجع تاني نشغل النيرف. طالما هدخل دايناميك انبوت لازم اشغل النيرف. وهعمل تاني الامر ستيرز وهختار النقطه دي واتحرك في المسار ده اهو. مسافه قد ايه؟ 1500. طول ما الخط الاصفر اكتف قدامك انت ما تقلقش، الشيء الاصفر ده ما تقلقش منه. واكتب 1500 ولندر هتلاقيه وقف عند 1500 وبدا يغير مسار. والله مش راضي يلوط. طيب يبقى اسهل طريقه حضرتك ممكن تشتغل بيها انك تعمل لاين وتمشي عليه. اعمله ازاي؟ بمنتهى البساطه تاني، اعمل لاين مسافه واخد من النقطه نفسها اللي هي دي بتاعت العمود واعمل له 1500 انتر وبعدين اتحرك بس حركه لبره كده اي طول عشان اقدر اشوف النقطه دي لانها مرسومه على الجريد. معايا يا باشمهندس؟ وهطلع فوق انا برضو نفس القصه، عايزها عايز اعمل استراحه بره 1500. هتيجي حضرتك عند النقطه دي هتعمل لاين برضو واخد النقطه دي واتحرك بيها بالمسار ده مسافه كام؟ 1500 والانتر. وبرضو نفس القصه اطلع بره اطلع بره عشان تشوف الخط. طيب المانك لادر ده اصلا هيجي في مسار التعديل اللي انا بعمله. نرجع تاني للاوت لاين شيب والمانك لادر ده قلقك شيله خالص لان احنا هنرسمه في مكان تاني خالص. ويبقى انا عندي النقطه الاولانيه اللي انا عايز اعمل هوك عليها هي الخط اللي طالع ده، والنقطه الثانيه اللي عايز اعمل الهوك عليها هي النقطه الثانيه دي. كل اللي هعمله دلوقتي هرجع تاني لاين مود واقول له ستيرز وهاجي اخد من السنتر بتاعي اعمل الاوربت لغايه ما تشوفه من السنتر بتاعي لغايه سنتر الخط اللي انا حاطه ده. شايف الخط فين؟ اه يبقى ده النقطه الاولانيه عمل لها بيك عمل لها بيك خدها اهي. وبعدين هطلع بيها لسنتر النقطه الثانيه اهي اختاره رسم السلم وبعدين اروح للنقطه النهائيه عشان يعمل الاستراحه واقول له رايت كليك انتر. تعال نروح بقى للاوت لاين مود. شايف السلم بقى عامل ازاي؟ السلم هو ده النموذج اللي انا في دماغي بالظبط. ان انا ايه؟ هطلع عادل اهو لغايه الدور الاولاني واخد منطقه استراحه وهطلع عادل تاني لغايه الدور التاني واخد منطقه استراحه. تعال بقى نعلم السلم كلهم مع بعضه اهو واهو واعمل له موف حرف الام مسافه وخد من النقطه دي لبره مسافه كام؟ مسافه 600 مللي 100 مللي. قول له بص عليه محتاج اتنقل كمان؟ اه محتاج اتنقل نفس القصه تاني. علم عليه بس ازاش الكونتينيوتي يعني خد كلاده مع بعضه واقول له موف مسافه من النقطه دي للنقطه دي اعملها 100 بس 10 سم. اتاكد ان انت عملت اي خط اصفر 100 قول انتر. بالظبط هو ده الارينجمنت اللي احنا عايزينها. تعالى بقى نشوف السلم بتاعنا بقى عامل ازاي. السلم بتاعنا بقى له استراحه عند الدور الاولاني وله استراحه عند الدور الثاني زي ما حضرتك شايف. هاجي بمنتهى البساطه كده زي ما قلنا اعمل اكسلنت للخط ده. شايف النقطه الزرقاء؟ هاتها خليها تربط على الكاميرا بتاعتك عند اي نقطه. يبقى انا كده حملت السلم بتاعي على الكاميرا دي. نفس القصه في الدرون الارضي ممكن حضرتك تيجي على الكاميرا دي وتخليها هي اللي تشيل لك السلم. هتاخد نفس النقطه وتيجي عليها لغايه النهايه تعمل ستاب على اي نقطه هنا بحيث انه يبقى عندك تدعيم للسلم من هنا فيبقى هو شايل. تمام كده؟ ما تنساش حضرتك تمسح الوركينج اللاينز اللي احنا عملناها اللي هي الخطوط اللي احنا رسمناها دي عشان الشيب بتاعها بشكل مش كده. انت عملت الارينجمنت اللي انا عايزها اهي. طبعا الهاندريل ده كلاته مش عايزه، اعمل له دليت. نرسم هاندريل ثاني خالص دلوقتي. والهاندريل اللي فوق بالكريتنج بتاعه برضه مش عايزه. اللي انا بعمله ده يا باشمهندس هو محاوله فقط مني ان انا ابدا اعمل ايديت للاستراكشر واوريك مدى سهوله الموضوع وهو مراجعه على المحاضره اللي فاتت. طيب يبقى احنا عملنا هذا الستيرز اهو طالع وفي استراحه في الدور الاولاني وطلع للدور الثاني وفي استراحه. طيب عشان البروتكشن بتاعه يلا نشتغل على الريلنج. فالريلنج زي ما اتفقنا اللي هو الهاند ريل اعمله على لاين مود وبمنتهى البساطه يبدا من اي نقطه وانتهي في الاول في الاخر زي ما اتفقنا. تعال نقول له ايه فين الريلنج؟ وانا هبدا من بدايه السلم وهمشي معاه للاخر. هذا السلم الجهادي وبعدين هاخد البيك عند النقطه دي وهذا السلم واتعمل وبعدين اللي بعدها وبعدين النقطه الثانيه دي وبعدين اللي بعدها التقاطع ونهايه الكورنر ده ونهايه الكورنر ده ونهايه الكورنر ده. لف عشان ما تاخدش نقطه غلط.
شايف حضرتك انا رحت لفين؟ ما عندكش اي مشكلة. وهنيجي عند النقطة دي وعند النقطة دي وانزل للسلم عند الدور الاولاني اللي هو ده، وبعدين هنا بس عشان تتأكد. ايوه هي النقطة دي، انزل لتحت خالص للسلم بتاعنا وتعالى نقفل الانتر. يبقى انا تعالوا نشوف اوت لاين موديل. شايف حضرتك احنا عاملين ايه دلوقتي؟ احنا عملنا هاندريل للسلم لغايه ما طلع للدور الاول الفوقاني ونزل تاني. طبعا السلم لسه هنعمل الدور ده، فدي منطقه الاكسس بتاعه الدخول بتاعه الدور ده، فاعمل دريت في الحته دي. واحنا هنخش هنا، يعني هنخش على الدور الاولاني هنا على الجريدنج بتاعها. تعالى نرسم الدور الاولاني جريدنج، فهاجي اختاره بليت، هي نفس المواصفات اللي احنا كنا عاملينها المحاضره اللي فاتت. وهقول له ان انا شغال هنا مش بولي لاين، هو نيو ريكتانجولر ولوكيت. بس انا هاجي اعمل في البيئه دي السناب هيبهدلني خالص. ارجع تاني للاين موديل، وبعدين ارجع تاني للبليت ريكتانجولر ولوكيت، وخد الكورنر ده السناب غلط تاني بليت كريت. السناب لازم ياخد من الجريد، من الجريد يا باشمهندس للكورنر التاني. اعمل زوم على قد ما تقدر عشان ياخد معاك من الجريد. ايوه كده احنا رسمنا جريتنج. روح تاني لللاين الاوت لاين موديل عشان نشوف شكله ايه بالظبط كده. هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى احنا كده ايه عملنا جريتنج بتاعنا. يلا نعمل الهاندريل اللي على الدور الاولاني عشان يبقى كده عملنا كل الهاندريل. ارجع تاني لللاين موديل، تعالى من النقطه بتاعت البدايه بتاعت السلم ده، قول له هاندريل ريلينج، وهناخد من النقطه دي اخش بيها على النقطه دي مثلا عند اي نقطه، وهكمل على الكوردر بتاعي. شايف العمود؟ تعمل اربط زي ما انت عايز، بس لقط النقطه الصح. يبقى انا لقط النقطه دي كمان والنقطه دي كمان، وهاجي عند النقطه دي واجي اقفل الهاندريل على بعضه واقول له رايت كليك انتر. وتعالى اوريك احنا رسمنا ايه. بص يا باشمهندس احنا رسمنا دلوقتي، شايف الهاندريل؟ انت دلوقتي طالع السلم الاولاني، عندك استراحه في النص بتخش بيها على الـ على الكريتنج هنا، وعندك استراحه هنا اللي هي فوق خالص زي، وبتخش بيها على هنا. تعالى اعمل لك الجريتنج عشان تتخيل المنظر. هو بليد كمان وهو برضه ريكتانجولر، واقول له كريت نفس الغلطه اللي بنغلطها كل مره. روح على اللاين موديل، افتح الامر تاني لانه اتقفل، بليد كريت. وتعالى ناخد التوب فيو اللي فوق خالص ده، هاخد النقطه دي اللي هو الكورنر بتاعي. احنا المره اللي فاتت عملها بولي لاين، انا بحب اعملها على مرتين واعملها ريكتانجولر مره واحده. انا النقطه دي خلاص كده يبقى الجريتنج اللي فوق اتعمل. خلينا نشوفه ونرجع تاني. اهو ده الجريتنج اللي فوق اتعمل. لسه عايز اعمل الجريتنج بتاع الحته بتاعت السلم ده والجريتنج بتاع الحته بتاعت السلم ده. تعال هنا اهوت اعمل لاين مود وقول له احنا شغالين في بليت وكريت، هي برضه ريكتانجولر. وتعالى على النقطه دي، انا الجريتنج بتاعي واقف فين؟ واقف عند الكورنر ده، فانا هاخد من النقطه دي لنهايه الكورنر ده. انا عملت دي واللي تحت هعملها. طبعا كل دور وحضرتك شغال لو سمحت اقفل الاوت لاين مود وبص عليها وشوف. انا هكرر الامر نفسه اهو، بليد تاني واقول له كريت، وهاخد النقطه دي، هذا تغيير المسار للنقطه اللي هناك دي، تغيير المسار والمنتر. وتعالى نشوف على الاوت لاين مود. شوف يا فندم احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا دور اولاني وعملنا دور تاني، والستار كيس بيخدم على الاثنين. هذا ستار كيس طالع هنا، عندك مرحله استراحه وتقدر تعدي من هنا لهنا بسهوله خالص. الليفل هو واحد، يعني لو جينا سايد فيو الليفل هو واحد، هو هيمشي من هنا يخش هنا، والدور الثاني والليفل هو واحد. لو جينا هنا وشفناه في الحقيقه عشان نوريك الجريتنج، ده الشكل الحقيقي بتاعه زي ما حضرتك شايف. ده المنظر اللي احنا عملناه وعملناه بمنتهى السهوله وما خدناش اي وقت، والتعديلات زي ما حضرتك شفت. احنا بس باقيين تعديلات، حذفنا معظم الحاجات اللي احنا عملناها امبارح، عملنا تعديل وعملنا كل المبنى ده كلها في حوالي بتاع 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق على اقصى تقدير.
يبقى انا عملت الارنجمنت بتاعت ايه ده الستار كيس، لازم اعمل امرجنسي اسكيب مانك لادر. انا ممكن اعمل ايه، هاجي على ظهر نوت واعمل منه مانك لادر زي اللي احنا عملناه امبارح، يكون بتاع امرجنسي وجايب من فوق لتحت. ارسمه ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك المانك لادر من اصعب الحاجات اللي بنعملها، فانت خد نقط مساعده بالنسبه لك، حدد المكان اللي انت عايز تعمله، تعالى خد الكورنر البعيد وهنرسم لاين ال مسافه وهسيب متر بس من هنا، سيب 1000 انتر اي النقطه بتاعت اهي، وهطلع لبره مسافه كام؟ مسافه كام؟ نقول 15 سم 150 مللي نزل. يبقى انا كده رسمت النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه. المانك لادر بيتعمل بثلاث نقط، فخلينا ارسم الطول بتاعه ادي اللينث اهو، وهنزل بيه لغايه الجريد اللي تحت ده. اختار اي نقطه في الجريد وانت مشغل اف 8 هيلقطها. انت كده غلط. كنترول زد. هنعمل اللاين ثاني وهاخد الطول بتاعي من النقطه دي لغايه تحت عند النقطه هنا. لو سمحت خلينا نقفل النيرست عشان ما يلقطش، وهنزل هنا لغايه شايفه بيلقط بعد ازاي. هنزل هنا عند النقطه دي كده اللي هو طول. بص اسهل لك، انت فاكر الجريد كان ارتفاع كام؟ طول 8 متر وسنتر. يبقى انت رسمت الخط عشان ما يوجعش قلبك ولا يلقط منك في مكان غلط. يبقى انا كده رسمت السلم بتاعي في الخط او الريفرنت جايد بتاعي بتاع السلم. كل اللي هتعمله هتضغط لادر وتاخد النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه اللي هي جوه والاكستنشن بتاعه اللي بره دي. ترسم السلم بمنتهى البساطه. ماشي يا باشمهندس، تعالى نعمل له اوتلاين مود ثاني او نعمل بريفيو للشكل الحقيقي بتاعه اهو، وطالع من الارض لغايه الدور الاول الثاني ما عندناش اي مشكله. وعلى فكره السلم ده نفسه هو ممكن يخدم على الدور الاولاني والدور الثاني، بتفتح له بس فتحه الجريدنج ده وبيبقى بالسايد، يعني ممكن تعمل له روتيشن ويبقى بالجنب. طيب نفس القصه اللي عملناها المره اللي فاتت، الهاند ريل هنا عامل كلاش معاه، ارجع تاني للاوت لاين مود. الهاند ريل هنا عامل كلاش معاه انه قافل عليه، احذف السيجمنت دي بتاعت الهاند ريل واعمل هاند ريل ثاني خالص بمنتهى السهوله ريلينج، وهات من النقطه دي، خد من النقطه دي اهي، واقفل الهاند ريل على الجهه الثانيه كورنر، قول له رايت كليك انت. خلاص خلصنا الجنب ده، والجنب الثاني نفس القصه، عندي نص متر اهو هعمله بنفس الطريقه، اعمل ريلينج وهاخد النقطه دي للنقطه دي رايت كليك انتر. ارجع للاوت لاين مود ثاني، يبقى ده الشيب موديل. شوف يا باشمهندس، انت في الخطوتين اللي احنا عملناهم دول عملنا الهاند ريل بالسكيب لادر اهوت ومكفر الدور الاولاني وعملت جريتنج على الاستراكشر ستيل، عملت كل حاجه. طيب تعالى نحذف الكلام الزياده ده وعايز اوريك حاجه. بص يا باشمهندس، كل اللي انت بتعمله ده ايتمز مدمجه في قاعده بيانات البرنامج. فهو لو انا عملت سيلكت لاي ممبر من ده دبل كليك عشان يفتح البروبرتيز، هذا البروبرتيز بتاعه، هو عارف انا عامل سيلكت حاجه، هو عارف هذا البروبرتيز، هو عارف ان ده ستراكشر ممبر، مش بالنسبه له رسمه عاديه، هو ستراكشر ممبر. ولو جيت هنا هتلاقي فيه، شوف الخانه الاولانيه اللي هي الجنرال في البروبرتيز دي نفس الجنرال العاديه في اوتوكاد العادي، وال 3 دي فيجواليزيشن برضه نفس القصه العاديه في التاني. هنا الجيومتري بقى اللي هو الستارت اكس والاند اكس برضه معظمها نفس القصه الثانيه، بالاضافه بقى للسنتر اوف جرافيتي، انه بدا يحسب لك سنتر اوف جرافيتي طول لينز القصص دي كلها. هتيجي نوت على البلانت 3 دي، شايف بلانت 3 دي ده الخصائص الجديده اللي ظهرت عنه. هو هنا بيقول لك اللونج ديسكريبشن بتاعه ان هو ممبر اتش اي بي 200 في اتش اي بي 200 والطول بتاعه 8 متر، والماتريال الكود بتاعك اي 36، والماتريال الستاندر بتاعك اس اس تي ام اللي هو ايه الازمي ماشي الاي اس تي ام، اقول لك اللي هو الاي اس تي ام اي 36 والكلاس بتاعك والستراكشر وهكذا. فبدانا هنا نعمل ايه؟ نبدا عندنا شغل استراكشر، وانه عارف ان ده استراكشر اصلا مش حاجه عاديه مرسومه زي فيتد وكده العاديه. الحاجه الثانيه انه اي استراكشر عندك هنا، مثلا انا رحت على فيسيلتي موجوده وخدت من الاستراكشر، يعني العمود ده كان موجود والعمود ده كان موجود، وعملت اكستنشن منهم وبدات اضيفهم عندي على الشغل بتاعي. طيب انا عايز اعرف البرنامج ان الممبر ده اهو والممبر ده اهو اكزيستنج ممبر. كل اللي بتعمله حضرتك بتخش عليه، تعمل سيلكت كده وسيلكت كده وتخش على البروبرتيز، هتلاقي خانه هنا اهو اسمها نيو. لو سمحت حضرتك بس اعمل لها وقول له اكزيستنج. بمجرد ما تقول اكزيستنج هو بيعمل ايه؟ هو بيخش على قاعده البيانات بتاعت البرنامج، بيعرف البرنامج ان الممبر ده
لا يضاف في كميات في البيل اوف ماتيريال بتاعتنا كلها. يبقى انت لو حسبت الستيل ستراكشر هتلاقي الممبرين دول مش موجودين فيهم. معايا يا باشمهندس؟ ده معنى كلمه اكزيستنج. طبعا هو نيو فاحنا نرجع تاني للنيو. اللي هنا اللي عايز اقوله لك ان انت في بيئه دايناميك جدا وبسهوله خالص بتقدر تعدل كل حاجه. ماشي يا باشمهندس؟ طيب ايه فائده الكلام ده كلاته؟ فائده الكلام ده كلاته انه دايما بيعمل لك حاجه اسمها داتا مانجر، وكل كلمه او كل حرف انت بتضيفه او بتحذفه بيتعمل له ابديت هنا. وده معنى الخانه بتاعت الاستيتس ان هو نيو ولا اولد. يعني هو الممبر هيبقى موجود، هيبقى موجود بس هيبقى متبرك عليه على انه اولد. الحاجه الثانيه الخاصيه جميله جدا، انا دخلت في الداتا مانجر فعايز اوريها لك. الداتا مانجر هنا فيها كل التفاصيل اللي احنا رسمناها حتى هذه اللحظه، وهتلاقي فيها داتا كتير جدا. يعني اي حاجه انت رسمتها لحد هذه اللحظه هي موجوده هنا. طيب انا مثلا الممبر ده على سبيل المثال، الممبر اللي هو اي بي 200 في 12 متر و950 ده موجود فين؟ اضغط بس حضرتك على الخانه دي، شايف الخانه دي؟ الماوس اتقلبت على طول على علامه عدسه مكبره، اضغط عليها ده بيعمل لوكيت للممبر. هتلاقيه اوتوماتيك ورا الداتا مانجر هنا، تعالى نعمل لها هايد. ورا الداتا مانجر هو علمه لك، معلش انا ما شفتش هو علم منه. خلينا ناخد مثلا اي ممبر ده. شايف الفودنج؟ اتعلمت هي اوتوماتيك. خلينا نعمل لها هايد، اتعلمت هي اوتوماتيك وعامل لك عليها سيلكت. دي الايتم اللي انت عملته سيلكت في الداتا مانجر. يعني انت برضه لو فتحت الداتا مانجر وشكيت في اي حاجه عايز تشوف دي فين، تقدر تعمل هنا وتقول له لوكيت ممبر. ماشي؟ ان شاء الله هنتناولها بالتفاصيل كلها. الداتا مانجر تقدر تعمل فيها ايه؟ الكرنت درونج لو عايز اشوف كل الحاجات اللي انا ضفتها في الدرونج الحاليه فقط، او في المشروع كله، او في البروجكت ريبورتس نفسها. والبروجكت ريبورتس دي الريبورتس اللي انا بطلعها من المشروع. في عندي حاجه اسمها كنترول فولف ليست، الدوكيمنت ريجستري، الكوماند ليست، الانسترومنت ليست، الكلام ده ان شاء الله هنتعرض له ونعرف نعمله ازاي اكستراكت وازاي نطلعه من البرنامج. ماشي يا باشمهندس؟ طيب احنا كده ان شاء الله خلصنا الستيل ستراكشر. زي ما قلت لحضراتكم بعد كده لو فرضنا جدلا انه ده الستيل ستراكشر النهائي وده مش النهائي، طبعا لسه هتعمل الاماكن سبورتات واماكن تحميل البايبات والفيزلات، وانا لو احط فيزل هنا لازم احط لها الكامر بتاعتها اللي هو الممبرز اللي هتشيلها وتوصل للبرايمري ممبرز اللي هتوصل للعمدان وهكذا. طيب جدلا هو ده الديزاين النهائي بتاعي، فبعمل ايه؟ بقوم عامل كده جاي على الستيل ستراكشر واقول له انا هاخد اعمل الديتيلد انجينيرنج بتاع الستيل ستراكشر اللي هو فيه الكونكشن ديتيلز وفيه الاستيفنر والكات لينس والقصص بتاعت الكلام ده كله اللي احنا بنعملها في برنامج زي ادفانس ستيل او برنامج زي ديكل ستراكشر. فبتقول له ادفانس ستيل، هو طبعا ادفانس ستيل احد برامج اوتوديسك، فالموضوع هنا كده يعني. وهنا بتحدد مسار الملف اللي انت عايز تطلعه، لو هحطه مثلا على الديسك توب وبسميه مثلا حليم بلاند اكس ام ال، حليم بلاند على سبيل المثال اكس ام ال او اي حد تسميه مثلا، وهقول له سيف، وهاجي نقط على سيلكت اوبجكت. انت لحد الان ما عملتش اي حاجه، هتيجي نقط على سيلكت اوبجكت وتختار كل الستيل ستراكشر اللي انت عايزه. انا اخترت كل الستيل ستراكشر، بالمناسبه هو بيختار الستيل ستراكشر بس وهو بيصدر. يعني انت لو حضرتك عملت رايت كليك هتروح هتلاقيه اختار 44 اوبجكت، في حين ان انت لو اخترت نفس الايتمز دي هتلاقيها اكتر من 60 او 70 ايتم هوريها لك دلوقتي بره. وتقول له اكسبورت. مجرد ما تقول له اكسبورت بيطلع لك ملف اكس ام ال، وهتلاقيه شغال في الخلفيه تحت هنا اهو شغال اهو، وبيطلع لك ملف اكس ال اكس ام ال ده اللي انت حضرتك بتروح تدفعه بالادفانس ستيل وتبدا تعدل عليه القطعات وتعدل عليه كل القصه كلها. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لحضرتك انه على سبيل المثال انا عايز اعمل ايديت لاي حاجه هنا. انا مثلا رحت عملت سيلكت للمنطقه دي كده، انا عايز بس يختار الستيل ستراكشر، هنا اختار الجريد واختار حاجات تانية كتير. هنا البرنامج دايناميك لو سمحت هتلاقي عندك كاتب لك ايه؟ كاتب لك انه عدد الحاجات اللي انت عملت لها سيلكت هي اربعه. لو عايزني اعمل لك سيلكت الاستراكشر ريلينج بس اللي هو ايتم واحد مفيش مشكله، لما تختاره هتلاقيه فتح لك البروبرتيز بتاعت الاستراكشر ريلينج بس. لو رحت هنا تاني وقلت له لا والله انا عايز الاستراكشر جريد بس، هتلاقيه برضه فتح لك الاستراكشر جريد بس. لو والله انا عايز بس الاستراكشر بليت، هتلاقيه فتح لك الاستراكشر بليت والبروبرتيز بتاعتها وتقدر تعدلها بمنتهى البساطه. اللي اقصده انه سيادتك كنت شغال في بيت البرنامج، البرنامج سهل عليك كل حاجه. يعني انت حتى لو بتعمل سيلكت وما خدتش بالك وحاجات تعمل لها سيلكت كتير ما تضيعش وقت، خش هنا وفلتر بالسيلكت اللي انت عايزه لو ليكن الاستراكشر ريلينج وعادل فيها اللي انت عايزه كلاته واللي انت عدلته هيبقى ابليكابل. الحاجه الثانيه اللي احنا قلناها المحاضره اللي فاتت، ممكن حضرتك تيجي على اي ايتم وتقول له سيلكت سيميلر، كل الايتمز اللي من نفس النوع ده انا عايزك تعملها لي سيلكت، ولو سمحت حطها لي في اللاير اللي اسمها ريلينج، اهو حطها لك في اللاير اللي اسمها ريلينج، هتلاقيها قلبت اصفر على طول اللون اللي احنا كنا مختارينه المره اللي فاتت، وهكذا.
فانت هنا البرنامج دايناميك جدا معاك، وانت في اوتوكاد بكل خصائص اوتوكاد اللي انت شغال عليها. من هنا احنا كده نعتبر خلصنا الستيل ستراكشر. ولازم اكد على حضرتك على حاجه، كل اللي فات ده انا ما بتكلمتش حضرتك على حاجه اسمها تاج نمبر، ولا حطينا تاج لاي حاجه، ما سميناش اي حاجه هنا بمسميات. من اول هنا واحنا طالعين كل حاجه احنا هنحط لها لازم يكون ليها حاجه اسمها تاج نمبر او ايدنتيفيكيشن نمبر، والتاج نمبر ده ممنوع يتكرر في المشروع كله. البروف كلها هتلاقيه بنحط لها تاج نمبر، البمبات كلها والاكيوبمنتس كلها كل واحد له تاج نمبر بالمواصفه بتاعته، البايبات وهكذا. اول ما هنيجي نبدا دلوقتي هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نعمل اكيوبمنت. الاكيوبمنت لازم يتحط له تاج نمبر. طيب هفتح المجال بس للاسئله 5 دقائق وبعدين هنخش في الاكيوبمنت. لا طبعا انا مش مهندس، حضرتك بتشغل الاوت لاين فقط لما تيجي تعمل حاجه، ولو سمحت ضيع وقت وما تضيعش مجهود. الوقت بيعمل ايه؟ ان انا كل شويه افتح الاوت لاين واقفله واروح اعمل يعني مثلا انا بعد برسم اي حاجه روح على اللاين موديل اعمل اللي انت عايزه. خلاص خلصت اللي هو مثلا هرسم هاندريل بطول نص متر بس، خلاص طالما رسمت نص متر ارجع تاني للاوت لاين موديل وبص عليه لو سمحت بص عليه. انا قلت المره اللي فاتت احنا عندنا 4 طرق لتوصيف الاستراكشر ستيل، وده خاصين بالاستراكشر ستيل بس، لذلك هتلاقيهم في الاستراكشر. انه بيعملها لك لاين مود، لاين موديل ده اللي هو كلها خطوط ببساطه كده، وده ما بيحملش جرافيكس خالص على الجهاز، وتلاقيه شغال في بيئه سريعه جدا. الحاجه الثانيه اللي هو السيمبل موديل، وده بيبقى ايه عامل القطاع بس كلها خطوط، وده بيبقى صعب جدا التعامل معاه ونادر ما بنستخدمه. الثالثه اوت لاين موديل، الاوت لاين موديل ده بيرسمه لك قطعات لكنه ما بيهتمش بالتفاصيل الداخليه، يعني انت لو جيت على القطاع ده الكاميرا ده شايف هو عامله هنا هارد ايدج، في الحقيقه هو مش هارد ايدج، انا لو جيت هنا عملته شيب موديل هتلاقيه عامل لك ايه؟ فيها بقى في هنا فليت اهوت وفليت جهادي ومش عارف ايه، فالكلام ده كلاته بيعمل جرافيكس كتير جدا على الجهاز. ففائده الاوت لاين موديل اللي احنا بنعمله ده انه ما بيحملش في الجرافيكس وبيديني انديكيشن اللي انا عايزه. الحاجه الثانيه في تركيه هنا مهمه جدا، الشيب موديل لو سمحت في الجريتنج ما تهتمش ابدا بالسكيلنج اللي انت بتستخدمه في المشروع، يعني احنا دايما السكيلنج ما يبقاش بالوسع ده، السكيلنج مثلا ممكن يبقى 3 سم في 3 سم او 1 سم في 1 سم، يعني حاجه بسيطه خالص. انت لو عملت السكيل بتاعك على حسب مواصفات المشروع صدقني البرنامج مش هيحمل معاك. يعني البرنامج هيبقى تقيل جدا عليك لدرجه ان انت مش قادر تعمل حاجه، فالهاتش ده هو فور انديكيشن بس، فحضرتك لما تيجي عليه وعلى البروبرتيز هتلاقي فيه حاجه ان هو اسمها الهاتش سكيل، اعملها كبير على قد ما تقدر عشان البرنامج ما يوجعش قلبك لما يجي يحمل. يعني انا مثلا لو عملت لها 100 هيبقى شكلها مش حلو، هي شكلها مش حلو بس هي فور انديكيشن، ما يهمكش يعني القصه ما فيش عامل هيمشي هنا ورجليها تتحشر، ما انت حاطط المواصفه اللي انت عاملها. لكن هنا الجرافيكس على الجهاز عالي، يعني انا قادر اعمل زوم ان وزوم اوت بسهوله جدا، بس كمان شويه لما تحط مثلا شويه اكيوبمنتس وتحط شويه بايبات هتلاقي الموضوع تقيل تقيل يعني. فدايما ما تهتمش بالتفاصيل دي، ودايما اشتغل على الاوت لاين موديل، لان الاوت لاين موديل اللي بيقفلها لك كلها. فبقيت هنا بليد، بليد ده يعني ايه؟ يعني ما بحملش حاجه على الجرافيكس. فاهم يا باشمهندس؟ بص يا باشمهندس، بص يا باشمهندس، النيرست دي حاجه في صميم الاوتوكاد. انت عندك وانت بتعمل سناب عندك خصائص النيرست اهي، عندك اند بوينت، ميد بوينت، سنتر بوينت، جيومتري سنتر وهكذا، كل الخصائص دي موجوده في البرنامج. تعالى اوريك حاجه ببساطه كده. انا مثلا عندي لاين اهو، اعمل لاين من هنا لهنا، هذا خط شايف حضرتك؟ خط. انا لو جيت هنا واخترت في السناب قفلت كل حاجه وقلت له اند بوينت بس، انا لو عايز اعمل ارسم لاين ثانيه لاين وجيت في النص اعمل من هنا للسنه الجايه، هو مش هيبقى هنا، مش هيلقط النقطه، يعني انت لو جيت زومت هتلاقيه ده لوحده وده لوحده. هو هيلقط مين؟ هيلقط الاند بوينت بس. الاند بوينت ان هي تعال اعمل لك لاين ثاني، الاند بوينت بتاعت اللاين ده فين؟ اللي هي النقطه اهي والنقطه ده، ده الاند بوينت بتاعت اللاين. تعالى نفتح النيرست واقول له الاند بوينت وشغل الخصائص. شغل الخاصيه اللي هو تعلم كده عشان السناب يشتغل. شايف؟ هيلقط النقطه دي بس. تعالى هنا اول ما تقف على الخط هيروح عند الاند بوينت. انا لو ضغطت كليك هنا على اللاين وبدات ارسم هتلاقيه راح فين؟ راح في الاول. ليه؟ لان مشغل في السناب اند بوينت بس، ما تاخدش غير اي نقطه هي اند بوينت. تعالى الجهه الثانيه قول له لا والله يا عم انا عايز ارسم لاين من النص، عايز ارسم لاين من النص او لاين اهو، وتعالى في النص. حاول من هنا للسنه الجايه مش هيجيب لانه مش هيلقط غير النقطه اللي انت محددها له هنا اللي هي مين؟
اللي هي الاند بوينت. طب والله انا عايز هنا مثلا ميد بوينت والغي الاند بوينت. شوف تعال ارسم لاين وتعال على اي نقطه، تعال حتى على الاند بتاعه اللاين ده وارسم، هو يروح على نقطه النص. ليه؟ لانك انت قلت له هنا ما تلقطش غير ميد بوينت، فاي حاجه هتقف عليها هو يلقط الميد بوينت بتاعتها فقط، ما تحاولش على حاجه ثانيه. طيب فايده النيرست، السؤال بتاع حضرتك فايده النيرست ايه؟ اللي هو اقرب نقطه. يعني ايه؟ يعني انا هاجي اهو هشغل نيرست وهاجي نوع من اللاين واجي على اي نقطه في الخط، شايف الايقونه اللي بتظهر دي؟ الايقونه اللي بتظهر دي ان انا بلقط من الخط نفسه، لو جيت زومت هتلاقيه لاقط من الخط نفسه، يبقى هو يقدر يلقط من اي نقطه حضرتك عندها. وده اللي بيشغل معاك الدايناميك انبوت. يعني ايه الدايناميك انبوت؟ خلينا نعمل لاين ثاني واهو هاجي عند النقطه دي، شايف المسافه؟ شايف المكان اللي كاتب لك فيه الرقم ده؟ لو قلت له 1000 وقلت له لقط هيروح عند منطقه 1000 ولقط. هو طبعا رسم من الاول لانه مش هنعرف نقعد هنا، لكن الشاهد من القصه ايه؟ انه نيرست او لاين وخد من اي نقطه هيرسم. النقطه اللي بعدها اهو لاين ثاني مسافه برضه رسم معاها، في حين انه المره اللي فاتت ما كانش راضي ياخد غير من الاند بوينت او من الميد بوينت او من السناب اللي انا شغال عليه. هي دي اللي انا اقصدها بالنيرست، ودي حاجه في صميم برنامج اوتوكاد نفسه مش في البرنامج ده. والنقط دي احنا اتعرض لها كتير جدا، ما تقلقش منها يا باشمهندس، لانه دي مهمه جدا 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 في البايبنج. البايبنج هيوديك يمين وشمال لو مش معلم على السناب اللي المفروض تشتغل عليه. باشمهندس سمير بلاس القسام، سمير بالقسام. باشمهندس سمير بخصوص حضرتك، البرنامج بيصدر، بص يا باشمهندس احنا عندنا مرحلتين من التصدير في البرنامج. الحاله الاولانيه ان انا بصدر لحاجه اسمها نافيز ورك، فهو امر بس في برنامج اسمه اكستنشن كده بنسطبه، برنامج بننزله هو مجاني من اوتو ديسك اسمه نافيز اكسبورتر. ده بيتسطب على الاوتو ديسك نفسه بلانت 3 دي، بيفعل لك الخاصيه ده ان انا ممكن اعمل ان دبليو سي اوت. شايف الامر ده؟ بيقول لي طلع الملف اللي انت عايزه، فبطلع مثلا الملف الوضع الحالي ده على الديسك توب واقول له سيف. هيروح يعمل ملف على الديسك توب باسم المشروع بتاعنا اللي هو حليم بلاند. خليني اوري لحضرتك. اللي هو لا باسم الاريا اللي هي 100 ده، بفتحها بيفتحها لي في برنامج مين؟ بيفتحها لي في برنامج اوتو ديسك نافيز مانج، نافيز وركس مانج. اوتو ديسك نافيز وركس مانج ده في بلجن او اضافه سهله خالص كده بتضاف عليه اللي اسمها نافيز ورك اي اف سي. ده طبعا البلاند اللي احنا صدرناه، دي التفاصيل اللي احنا صدرناها كلها جت هنا في نافيز ورك. كل اللي بتعمله تعمل اي اف سي اكسبورتر اهوت، ماشي. هو ده طبعا تجربه 15 يوم، وبتحدد الاعدادات اللي انت عايزها. معلش الجرافيكس عندي عامل مشكله، البرنامج ده من ساعه بظبطه. المهم يعني بتحدد الاعدادات بتاعته اللي انت حضرتك عايزها، اللي هو اي اف سي 2 3 او اي اف سي 4، وبتحط البروبرتيز وبتحط مش عارف ايه وبتقول له اوكي وصدر لي ملف، بيطلع لك ملف. ايوه اهي. بتختار مثلا السكيما فيرجن بتاعك، انت عايز اي اف سي 2 3 ولا اي اف سي 4، وعايز البروبرتيز، عايز البروبرتي مابنج، عايز اليوزر كلاس، اي حاجه. والمواصفات دي كلها حضرتك بتحددها، ولو عايز تضيف او تعدل اي حاجه في المواصفات بتاعتك في الاخر تقول له سبورت اي اف سي وحطه في المسار اللي انت عايزه وسميه اي حاجه. قول له سيف، هيعمل لك ملف اي اف سي اهو سكسسفولي سيف. عمل لي ملف اي اف سي اهو باسم المشروع بتاعي، شغله بقى بالبرنامج اللي حضرتك عايزه او بالشغل اللي عايزه، لكن هو بلجن حاجه بسيطه خالص بتتعمل تبع البرنامج. محتاج اصدر النموذج لبرنامج سينكرونايز برو، سينكرو برو 4 للعمل. فانا قلت لحضرتك زي ما قلت لحضرتك يا باشمهندس سمير انه هي بلجن بس موجوده في اوتو ديسك نافيز مانج وبتصدر بيها. تسلم يا باشمهندس. طيب في اي اسئله ثانيه يا باشمهندس؟ في اي اسئله ثانيه يا باشمهندس؟ تسلم يا باشمهندس، ربنا يبارك. اي اسئله ثانيه يا باشمهندس؟ اي اسئله ثانيه يا باشمهندس؟ مهندس روماني لسه داخل. طيب يلا نخش على الايكيوبمنتس يا شباب. طيب احنا كده رسمنا البلاند، تعالوا نشتغل. زي ما قلت لحضرتك يا باشمهندس من اول هنا ورايح لازم نحط تاج لكل حاجه، وهقول لحضرتك على نقطتين مهمين. اللوكيتنج بتاع اي حاجه ارسم زي ما انت عايز وبعدين حدد اللوكيشن. يعني البلاند ده كله انا رسمته في المنطقه دي، لو سمحت انا مش عايزه هنا، موف وانقله من هنا لهنا عادي خالص، انقله من هنا لاي مكان ثاني، غير الاليفيشن بتاعه، غير الهايت بتاعه، ما عندكش ازمه في اي حاجه. كل حاجه بتتحرك معاك بعد ما تترسم او قبل ما تترسم، مفيش حاجه فيكسد في المشروع، تتحرك في اي منطقه زي ما حضرتك تحب.
حضرتك في المنطقه اللي تعجبك زي ما حضرتك تحب، وهتلاقي الامور كلها سلسه معاك. فاحنا لما نيجي نعمل الاكيوبمنت ما تشغلش بالك خالص الاكيوبمنت هتنزل فين، تشغل بالك بعد كده حركها للمكان اللي حضرتك عايزه فيه. تعالوا اول حاجه نبدا، هنرجع تاني الهوم، الاكيوبمنت كلها هي النافذ ده، شايف الحته الصغيره دي هي دي اللي هنشتغل فيها الاكيوبمنت وهنتعلم فيها كل التفاصيل بتاعتها. طيب اول حاجه هنتعلم كليه اكيوبمنت. اول اكيوبمنت انا هعلمه لحضراتكم، شايف البرنامج فيه قاعده بيانات كامله نقدر ترسم اي حاجه من الحاجات دي. بصوا يا باشمهندس، تعالوا نتفق الاول يعني ايه اكيوبمنت. كل اللي احنا يهمنا هنا، انا قلت لك البرنامج متخصص في ايه؟ البرنامج متخصص انه يعمل لك جنرال ارينجمنت دروينج، يعمل لك اكيوبمنت لاي اوت، يعمل لك بايبنج لاي اوت، بنخرج منه الماتيريال بتاعت البايبات، بنخرج منه الخطوط، بنخرج منه حاجات كلها مرتبطه بالبايبنج. فالاكيوبمنت ما يهمنيش خالص تفاصيلها الداخليه ايه، فيها كم بايب من جوه، الستيل ستراكشر بتاعها من جوه ايه. هو الفكره كلها ان انا بعمل شيب زي الفيزل او زي الاكيوبمنت اللي عندي، علشان لما اجي اعمل روتنج للبايبنج او اعمل سبورتات او احط بلوف او احط بلاتفورمز حتى، ابقى شايف الاكسسبيلتي وشايف الوصول ليها وشايف طريقه التركيب بتاعها، ويبقى هي حاجزه مكان الاكيوبمنت. يعني ايه؟ يعني مش هعمل الايزومتريك مثلا، او اعمل البايب وبعد شويه احط الاكيوبمنت فلاقي الاكيوبمنت خط في البايب، لا هي حاجز مساحه بس. لذلك هتلاقينا كلها كل الفكره ايه، ان انت عندك عندك ايه، عندك شويه سيمبلز كده يعني ايه تشيب اهي، شايف عندك مثلا ترابيزويدال تورسفيريكال هيد اللي هي ايه، هيد نص دايره كده، لا ومش عارف سي بي الليبزويدال هيد، لا راوند ريكتانجل، لا بيراميد، لا هاف سفير، وهكذا. شويه رسومات بسيطه خالص بنعمل منهم اي اكيوبمنت احنا عايزينها، وهتلاقيها شغاله معاك في كل حاجه. فتعالى هوريها لك مثلا في التانك. مثلا هنبدا بتانك، واول تانك هعلمه لحضرتك هو فيرتيكال تانك. هتلاقي راسم لك ايه، فلات هيد واند هيد وشويه حاجات بسيطه خالص كده بيرسم لك منها الحاجات دي. لا والله انا هعمل ريموف للكلام ده كله وهوري لحضرتك ازاي احنا بنرسم اي حاجه من الاصل. هي الفكره كلها ان انا دخلت على تانك قلت له فيرتيكال تانك، انه يحفظ في قاعده البيانات بتاعته ان اللي انا برسمه ده هو فيرتيكال تانك مش اكتر. لكن انا بادئ اهوت في الاكيوبمنت من الصفر، مفيش اي حاجه مرسومه، لسه ما عملش سيمبل لاي حاجه، حتى السلندر نفسه مش موجود، ده الشيب اهو فاضيه خالص. اول حاجه زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه هتقابلنا هي التاج. اي حاجه من هنا ورايح لازم تحط لها تاج. التاج مثلا هنا بيقول لك تي كي، تي كي اختصار لتانك. تي كي زيرو كام؟ ده مثلا 001، دايما المسميات بتاعتنا بتبدا ب 001. له رقم معين عايز تضيف له رقم او حتى تعمل له اوتوماتيك 001، هو حتى الاوتوماتيك بتاعه هو شايف عامل ازاي؟ 001. طب يعملوا ازاي؟ تي كي انا مسميه تي كي 001 وبعدين هو مسميه برضه 01. طيب انا ممكن اعمله هنا ايه؟ تانك. احنا بنعمله احيانا على حسب الوظيفه اللي جواه او الفلويد اللي جواه، يعني مثلا لو هو كرود اويل سي ار دبليو اللي هو كرود اويل فسميها، خلينا نشغل الكيف دروب سي ار دبليو، فانا هسميه التانك بتاع السي ار دبليو وهضغط هنا احذف ايه؟ هضغط هنا على اوتو نمبر هيقوم عامله لك تي كي زيرو كرود اويل 001، يعني التانك بتاع كرود اويل الاولاني، وهقول له اساين. اساين دي يعني احفظ الايه؟ التاج نمبر. فبقى التاج نمبر بتاع مين؟ الكرود اويل 001. نفس القصه اللي قلت لحضرتك عليها، هنا الاليفيشن بتاعه عايزه على الاليفيشن كام؟ قلت لحضرتك ما تشغلش بالك خالص باللوكيشن، احنا هنشتغل على النقطه دي بكل تفاصيل. طيب تعالى نرسم التانك. اول حاجه احنا بنرسمه من فوق واحنا نازلين لتحت. فاول حاجه هحط ايه؟ هحط الهيد بتاعي. هاجي عندك هنا حاجه اسمها فلات هيد، حطيت الفلات هيد اللي هي فوق اهي، والدايمتر بتاعها كام؟ الدايمتر بتاعها انا هعمل التانك ده بارتفاع 7 متر وبدايمتر 8 متر، انا هعمل الدايمتر 8 متر. فلات هيد نفسها وعاملها 254 ملي، انا هعملها 100 بس اللي هو مسافه حجز بس الفلات هيد بتاعتي، هعملها 10 سم بس. ويبقى انا كده عملت اول حته في التانك اللي هي الفلات هيد بتاعتي، وهقول له اد شيب، والجزء اللي بعد كده هيبقى سلندر. سلندر اهوت، السلندر دي طولها قد ايه؟ انا قلت لك هعمله ارتفاع 7 متر. الدايمتر هو لقط اوتوماتيك اهو، عامل لك عليها العلامه الصفراء دي، يعني ايه؟ يعني هو خد الدايمتر من المكون اللي قبله، لان هما الاثنين كونكتد على بعض، فالمفروض يبقوا الاثنين بنفس الدايمتر. فهو لقط الدايمتر من اللي قبله. الارتفاع دي كام؟ الارتفاع ده انا قلت لحضرتك انا اعطانا 10 سم هناك، ودي ارتفاعها 7 متر، يبقى المفروض دي 6 متر و900، عشان الصافي بتاع التانك كلاته يبقى كام؟ يبقى 7 متر. ماشي؟ يبقى انا كده عملت الشيب الثاني وعملت الاولاني. هقول له كريت، وهقول لحضرتك ليه وهنرجع تاني. كريت. اتفرج على التانك، اهو ده التانك يا عم اللي احنا عملناه.
بمنتهى البساطه بتقوم حاطط كليك يقوم عامل له بوزيشن، هو ده المكان بتاعي. ما تشغلش بالك بالمكان، هنحركه زي ما احنا عايزين. الاورينتيشن بتاعه لو حضرتك زومت عليها هتلاقيه بيلف. عايزه على زاويه كام؟ 90، على زاويه 180، على زاويه 90 ثانيه، 180 اللي هي 270 يعني. ممكن حضرتك تكسر صفر وتقول انتر، او تختار الزاويه اللي انت عايزها. التانك المواصفات الفنيه الديفولت بتاعت اي حاجه هيحط لك نوزلين، نوزل تحت كده، هي ايه تحت في الارضيه لو بصينا على الارضيه من تحت، ونوزل في الجنب. هتقول يا باشمهندس ده مش التانك اللي احنا عايزينه، هو ده منظر تانك؟ هقول لك انا بس برديك منظر. شايف ال 10 سم الاولانيين هم اللي احنا قلناهم بتوع الفريت هيب، وال 6 متر و900 اللي هم اللي تحت دول. تعالى بقى نخش في الشكل الحقيقي بتاع التانك. اعمله ازاي؟ اقف عليه واقول له ايديت، رايت كليك قول له ايديت. الاولانيه كنا بنعملها ايه؟ موديفاي ستراكشر. هنا هتلاقي موديفاي اكيوبمنت، اي موديفاي اكيوبمنت هيخش لك على نفس القصه بتاعتك. السلندر هعملها السلندر من تحت، وهاجي على اقول له اد تريم. الاولاني اد شيب ده يعني ارسم رسمه اللي هي فيها الشيبز دي كلها اللي هي جزء من التانك، وهنخش في تفاصيلها كتير ما تقلقش. الحاجه الثانيه تريم ان انا اضيف حاجه على التانك. ممكن احط له حاجه اسمها ستيفننج رينج. يعني ايه ستيفننج رينج؟ يعني بتيجي على النص هنا وتحط له فلانجا جوان داير ما يدور حواليه علشان يعمل له عصب يقويه. ودي ما بنستخدمهاش في التانكات، بنستخدمها في الفيزلات ان شاء الله هوريها لكم. الفيزلات في حاجه اسمها سكيرت. سكيرت دي يعني جيبه، اي فيزل او تانك او وات ايفر اسمها ايه واقفه فيرتيكال بيبقى عندك حاجه اسمها سكيرت، اللي هي بتشيل التانك من تحت او بتشيل الفيزل من تحت. لكن في التانكات ما عندناش حاجه اسمها فيزل، لانه المقاسات دي ما عندناش حاجه اسمها سكيرت، لانه في المقاسات دي انت بتتكلم على متر 8 متر سكيرت هي اللي هتشيل، فانت بتعمل لها قاعده مسلحه خرسانيه تشيل كل الكلام ده. في عندك حاجه اسمها سادل، في عندك حاجه اسمها بلاتفورم، لاجز، ليجز، وات فلانج. هو عامة في التانك احنا بنحطه على حاجة اسمها ايه؟ لاجز. لاجز دي اللي هي استثمارات في الجنب كده، وبنثبتها في انكر بولت في الخرسانة المسلحة بتاعتها. طيب ده ليها كام نوع؟ اهي هو فتحها لك اهوت التفاصيل بتاعتها. احنا برضه لسه شغالين على الفيرتيكال تانك اللي هو تي كي 0 كرود اويل 001، والاليفيشن بتاعه انا قلت لك ما تشغلش بالك خالص. وضفنا وانا مختار السلندر، خلي بال حضرتك وانت مختار السلندر، تعالى اعمل ريموف ده تاني. وانت مختار السلندر هتقول له اد تريم وتقول له لاجز. طيب انا لو رحت على الفلات هيد وقلت له اترم وقلت له لاجز، اللاجز موجوده بس هيحطها لي فين؟ هيحطها لي في ال 10 سم الفوقانيين اللي هي فوق ده، وده ما فيش تحميل منها، انا بحمل على القاعده من تحت. فلو سمحت وانت بتحط الترم بتاعك اتاكد ان مختار مين. انا مختار السلندر اهو، اقول له اترم واقول له لاجز. اللاجز ده انا تقدر تعدل كل الدايمترز او كل المواصفات بتاعتك، في ثلاث انواع فيها. عندك حاجه اسمها سيمبل، عندك حاجه سيمبل ويستوب بليت. ويستوب بليت ده يعني مقفوله من فوق عليها بليت، وده ما بنستخدموش لانه بيبقى بيعمل كلاش دايما مع الانكر بولت. والا بقى اذا ما كنتش هتحملها يعني هي في شيالات من هنا مثلا، اللي هو مثلا بنعملها في الهوبرات ان انت محمل من النص، فانت بتقفلها وهي بتبقى ريستنج على الكاميرا. لكن انا عايز احط هنا انكر بولت، فالتوب بليت ده مش هيفيدني في حاجه. هنا ويستوب بليت رينج. ويستوب بليت رينج ده اللي هو ايه؟ رينج داير ما يدور، انه ياخد الاحمال كلها ويدخلها على عصب ما يرميهاش على جدار التانك فيحصل فيه ديفورميشن. وده طبعا ايه في البروسيس بتاعت الديزاين هتلاقيك بتتعامل معاها وبتشوفها على حسب الاحمال اللي عندك، هتلاقيك محتاج تدعم او كده. فاحنا تعالى هنشتغل على الستاندر سيمبل خالص اهي. وهنا بيديك مسافات دايمنشن الحاجات اللي انت عايز تحطها كلها. فانت عندك اللاك كاونت، عايز تحط كام واحده؟ خلينا نحط 8، فتقول له 8، او بتضغط على السهم دوت وتختار العدد اللي انت عايزه. فانا هقول له 8، و8 ده يعني ايكوال سبيس. واول حاجه المسافه اللي هو الدرجه ايه؟ على 45. ايه ده؟ اللي هو الستارت بتاعتك من نقطه الصفر، الكوردينيشن صفر بتاعتك للبدايه. احط الزاويه كام؟ 45. ماشي 45 سيبها، عايز تحطها 15، عايز تحطها 10، مفيش اي ازمه. المهم ان انت تبقى عارف الاورينتيشن بتاعك. الحاجه الثانيه في عندك حاجه اسمها الاتش. الاتش ده اللي هو مين؟ اللي هو الارتفاع بتاعها من نهايه الايتم اللي انت مختاره اللي هو السلندر لغايه وش اللاج. الارتفاع كام؟ انا عايزها تبقى بايت على الارض، فهحط الرقم ده بصفر. طيب الاتش 1، الاتش 1 اللي هو الارتفاع دي كلها، الارتفاع ده انا عايزه مثلا 30 سم، احط 300. ال ال فين ال ال اللي هو عرض اللاج نفسها، اعملها برضه 300 30 سم، او خليها حتى 250 لان 30 نقول 250. ده طبعا زي ما قلت لحضرتك الدايمنشن دي بتجيبها منين؟ بتجيبها من التصميم بتاع التانك نفسه. طيب ال ال 1 فين ال واحد؟ ال واحد اللي هي المسافه دي 10 سم كويس. ال ال 2، ال ال 2 اللي هو القطع ده ارتفاعه كام؟ 10 سم برضه كويس.
التي اللي هو الثيكنس بتاعك بتاع البليت انا بحبه 2 سم هو 20 مل فعلا 20 مل، والتي 1 نفس القصه انا عندك التي 1 بتاع الستيفنينج بليت والتي 2 فين هو التي 2 او التي بتاع البليت ده نفسه فخلاص ده 2 سم وده 2 سم. الدبليو اللي هو الويتس بتاعك فين الدبليو اللي هو من الاول للاخر انا عامله 350 والمسافه بتوع الاستثمارين دول ما بينهم من بعض انا هعمله مثلا 200 وهقول له قدامك خيار من اثنين ابلاي هيطبق وما يقفلش الصفحه بتاعتك لكن انا انصح حضرتك دايما اضغط اوكي وروح اتفرج على اللي حصل. ايوه اللي حصل اهو عمل الاستيفنينج لاجز اهي واتعمل ده. طيب انا عشان اوضح لحضرتك الصوره وتبقى انت شايف بالظبط ايه اللي بيحصل تعال نعمل العاده. انا لو رحت على الاستراكشر زي ما احنا اتعلمنا وقلت له فوتنج دايما الفوتنج فين؟ فوتنج سنجنس دايما الفوتنج هو عاملها ايه؟ ان الجيومتر بتاعها مكعب واحد واثنين وثلاثه ولازم مكعب انا عايزها مدوره مش عارف ارسمها عادي خالص يا باشمهندس انت في اوتوكاد ومش شرط حتى ان هي تبقى كده. هتعمل ايه؟ سيركل ما تنساش الدايمتر بتاعك كان 8 متر انا عايز القعده يبقى لها رفرفه نص متر يمين وشمال يعني ايه؟ يعني قعده هتبقى بقطر 9 متر. اقول له سي اللي هو حرف سي لسيركل ومسافه واعمل دايره كده. الدايره ده هي نص القطر بتاعها كام؟ انا عايزها 9 متر يبقى 4 500. غلطت فيها ولا اي حاجه باشمهندس عادي خالص اعمل لها سيلكت اخش على البروبرتيز و تسعه لو مش تسعه هيكتب هنا تسعه ماشي عملت الدايره اهي هتيجي هنا على الموديلنج وتيجي على الاكسترود وهتقول له اختار الارتفاع بتاعك انت عشان انا كنت عامل سيلكت للدايره هو اكتب على طول او اعمل اكسترود هو انا مش عامل سيلكت هيروح يقول لي اعمل سيلكت هختار الدايره واقول له رايت كليك انتر واطلع بالارتفاع بتاعها انا عامل الارتفاع بتاعها متر 1000 يبقى انا كده مثلا عملت القاعده الخرسانيه اللي المفروض هشيل عليها التانك ده على سبيل المثال. ماشي قدامك حل من اثنين يا تحط القاعده تحت التانك يا تحط التانك تحت القاعده وتعملهم جروب وبعدين تبقى تحركهم بعدين. فانا مثلا ايه هاخد البيج بوينت ده شايف النقطه الزرقاء اهي وانقل منها. شايف هو كده غلط النقطه الزرقاء يا باشمهندس شايف الزرقاء؟ زوم عليها لو سمحت لانه في نوزل تحت. النقطه الزرقاء ايه خدت منها وهكذا اعمل هنا اهوت انا عايزه يجيب السنتر بوينت مش راضي يجيب صح؟ عادي خالص اقفل دي خالص اعمل اسكيب وتعالى على السناب وتاكد انه السنتر بوينت شغاله واقفل نيرست مش هياخد غير السنتر بوينت وانت هتبقى مطمن حاطط فضلك بالتخصيص انه مش هيرضى ياخد غير الايه؟ غير السنتر بوينت اهي تعالى بس هنا وحط انتر اهو حطها فبقى المنظر الحقيقي بتاعي اهو ادى التانك اهو ادى التانك وادى القعده بتاعته وطبعا بيبقى فيه هنا الانكر بولتس طالعه من القعده ونايمه في المنطقه دي. طيب دي كده ساتيسفاينج بالنسبه لي؟ اه ساتيسفاينج بالنسبه لي مش عايز اعدل فيها اي حاجه. طيب تعالى نعمل البلاتفورم اللي بيبقى على التانك من فوق عشان نبقى خلصنا كده الاكسسوارز. هاجي نوت واقول له تاني موديفاي اكيوبمنت. المره دي انا عامل بلاتفورم على مين؟ على الهيد بتاعه المنطقه اللي هي ال 10 سم اللي احنا عملناها فوق دي. فحضرتك هتعمل فلات هيد وبعدين تقول له اد تريم وتقول له ايه؟ هتقول له بلاتفورم. البلاتفورم هو اهو هو عمل حاجه اسمها بلاتفورم واحد فتح لك الاعدادات بتاعته. البلاتفورم في عندك نوعين منه، في سيركلر بلاتفورم يعني دائري زي ما حضرتك شايفه في الصوره، وفي ريكتانجلر بلاتفورم يعني حتى مربعه كده بتطلع بيها للبس. اللي احنا عايزينه ايه؟ سيركلر بلاتفورم. طيب اول حاجه عندك الريلينج سيت اب. الهاند ريل بتاعه شكله ايه؟ لو ضغطت عليها هيدخلك على اعدادات الهاند ريل، عايز تعدل فيها ولا تسيبها زي ما هي؟ انا هسيبها زي ما هي، مش هتفرق معانا بحاجه لانه الهاند ريل دايما في المشروع كله بنبقى موحدين عشان يسهل التصنيع. والسبورت طيب السبورتات اللي انت هتستخدمها عايز تعدل القطاع ده هو ده القطاع الديفولت عايز تعدل القطاع ممكن اخش نوت واختار والله لا والله انا عايز النظام الاوروبي واختار مثلا اي بي اي واختار مثلا 220 او تفر. انا هسيبه على الاعدادات الاصليه عشان يبقى ايه سهل معايا. الاي بيقول لي 45 ايه الاي؟ بص هنا على الجنب الاي 45 يعني البلاتفورم بادئ من زاويه كام في الاول؟ اي 45 ماشي ما عنديش مشكله فيه. الاي 1 90 درجه الاي 1 90 درجه لا انا عايزه يلف حوالين التانك داير ما يدور اعمل ديت 360 بس الاي 2 الاي 2 اللي هو الزاويه بتاعت الاستثمار هياخد من نهايه الهاند ريل او البلاتفورم ويرمي على زاويه 45 ماشي اكسبت. الجي الجي هنا 50 فين الجي اللي هي المسافه او الكليرنس ما بين التانك والبلاتفورم مسافتها 50 يعني 5 سم برضه كويسه بالنسبه لي. الهايت بدايه البلاتفورم من الحاجه اللي انا مختارها الحاجه اللي انا مختارها كانت الفلات هيد الفلات هيد كلها 10 سم اصلا فالبلاتفورم ده عايز ارتفاع قد ايه؟ عايز التانك يبقى اعلى من 10 سم فانا هو عامله زيرو. عايز التانك البلاتفورم يغير كل ال 10 سم ويبقى وش التانك مع وش البلاتفورم حطها مثلا ايه 10 فانا هسيبها زيرو
وهاجي على العرض بتاعه عايزه يتعمل متر ولا عايزه يتعمل 80 سم، خلينا نعمل عرض البلاتفورم 80 سم ونقول اوكي. يبقى احنا كده عملنا مين؟ عملنا المواصفات الفنيه بتاعه البلاتفورم بتاعه. في عندك حاجه اسمها لادر، انا هطلع البلاتفورم ازاي؟ بلادر. اللادر ده اول حاجه كريت لادر يس ولا نو؟ لو مش عايز لادر بتقول نو، انا طبعا عايز لادر فاقول له يس. الالاين لادر هوريها لك بعد ما نعمله، بس هو ايه يعمله مباشر على الفيزل، يعني هو انت شايف حضرتك هنا اللادر هو مراكب على البلاتفورم، شايف انا لو قلت له على الفيزل راح ركبها على الفيزل هناك، لا والله على البلاتفورم ليفت هيروح يركبها في الجهه الثانيه زي ما حضرتك شايف. فاحنا هنعملها مثلا ايه بلاتفورم على الرايت ويز كيج، كيج اللي احنا اتكلمنا مع حضراتكم عليه، شايف الكيج اللي هو ده اللي هو البروتكشن ده، البروتكشن ده اللي هو بتاع لو حد وقع ولا كده هو بيمنع من الوقوع. فانت مختار ويز كيج ولا ويزاوت كيج، خلاص هو ويز كيج. طيب شويه دايمنشن ده عايز تعدلها ولا لا؟ الجي 1 180، فين الجي 1؟ الجي 1 اللي هي المسافه ده اللي هو بعد السلم عن البلاتفورم 18 سم كتير جدا، خلينا نعمل 10 سم بس فاعملها 100. والاتش 1، اتش 1 اللي هو ارتفاع المانك لادر بتاعك، شايف اللادر؟ فين الاتش 1؟ الاتش 1 اهو، وده ارتفاع المانك لادر من الارض لغايه دخله السلم، فانا عايزه يغطي لي ارتفاع التانك كلياته، ارتفاع التانك بتاعنا كلياته كان 7 متر، فانا عامله 7000. تمام كده؟ والاو، الاو اللي هو عرضه، يعني من بدايه المانك لادر كام؟ انا عايزه يبقى في السنتر، فانا عامل هنا البلاتفورم عرضه كام؟ عرضه 80 سم، فانا هعمله كام؟ 400، يعني 40 سم، وهقول له ابلاي او اوكي على طول. ثانيه واحده الاوردر بيحمل معاك. انا عايز اقول لحضرتك يا باشمهندس بلاتفورم زي ده عشان حضرتك تعمله بالتفاصيل اللي بترسمه حتى في البرنامج بالستيل ستراكشر هياخد وقت كبير جدا معاك وهيتعبك جدا. شايف حضرتك البلاتفورم بمنتهى البساطه اتعامل اهو، هذا السلم هو داخل في وسط المانك لادر والبلاتفورم، انا شغال اوربت هعمل بس سيلكت عشان السنتر بتاع الاوربت يشتغل اهو. شايف المانك لادر واخد من وش الحديد اهو من وش الارض وطالع لغايه البلاتفورم، وده البلاتفورم الهاندريل بتاعه مرسوم كامل اهوت، واكسس داير ما يدور حوالين التانك، اقدر الف حوالين التانك، وال 10 سم اللي قلت لحضرتك هيبقوا تحت البلاتفورم او فوق البلاتفورم. يعني اللي واقف على البلاتفورم قدامه حوالي 10 سم ارتفاع للتانك نفسه، بحيث انه ما حدش يمسح التانك، يعني دايما يبقى ماشي حوالين البلاتفورم، وعشان يمشي على التانك يبقى عنده ايه زي عتبه كده. ماشي؟ طيب عرض السلم هنا احنا كنا معدلين فيه، انت ممكن تعمل برضه ايديت للاستراكشر وتخش. الحاجه اللي عايز اكد عليك بس تاكد ان السبورتات مش عامله كلاش مع اي حاجه في التانك، يعني مثلا ايه شايف التانك النوزلات لسه معدلها مش مشكله. في نقطة مهمة جدا يا باشمهندس عشان ما توجعش قلبك، شايف التانك عامل ايه يا ربنا ازاي؟ ليه؟ لما حضرتك تيجي تشتغل في حاجة زي كده كل اللي هتعمله، أنا شغال على الإكيوبمنت دلوقتي ومش فارق معايا كل حاجة، عشان الجرافيكس ما يقعدش يحمل معاك، عشان ما توجعش قلبك، عشان ما يقعدش يتحرك، تعمل سيلكت التانك والرايت كليك وقول له ايه؟ ايزوليت وبعدين ايزوليت اوبجكت. هو هتلاقي كل حاجة اختفت باستثناء التانك، فبقى التانك هو محور الشغل بتاعك. خلصت الشغل وعايز تراجع كل اللي فات، خلصت الشغل وعايز تراجع كل اللي فات، اعمل برضه عليه رايت كليك ايزوليت، فين ايزوليت؟ ايزوليت واقول له اند اوبجكشن ايزوليت، هيظهر لك كل الحاجات التانية الباقية بما فيها حتى عادة التانك ظهر ده. ماشي؟ خلينا نعمل ايزوليت للتانك عشان ما يتعبش قلبنا. ايزوليت ايزوليت اوبجكت، كده انا عملت ايزوليت للتانك. تعالى نبص عليه، عرض المانك لادر كبير جدا، عرض المانك لادر كبير، فانا عايز اقلله شويه، فنخش على المواصفات الفنيه بتاعت المانك لادر ونعدله. وده سبورتات اهو، شايف السبورت اللي شايل البلاتفورم عامل اثنين بس، فالعدد ده برضه قليل، فانا عايز برضه اعدله، فهعمل رايت كليك واقول له موديفاي اكيوبمنت، وهخش على البلاتفورم واحد واشوف. شوف بقى السبورت كاونت احنا عدناها اهي، بلاتفورم شيب خلاص قلناها، الريلينج سيت اب ماشي، السبورت كاونت اهو اثنين، انا عايز اعملهم ثمانيه على الاقل، والزوايا والكلام ده كله قلنا مفيش مشكله، وخلينا نعمل الويتس ده 1000 وخلاص. 1000 يعني عرض البلاتفورم نفسه هتبقى 1000، والسلم يبقى في النص بالظبط، فاعمله 500 واقول اوكي. طيب بصوا على التانك، هتلاقينا عملنا سلم يوصل لسطح التانك،
طبعا في التنكات دي بنعمل ستير كيس، بس ستير كيس ده قصه ثانيه. البرنامج لسه بيحمل. يبقى احنا كده عملنا البلاتفورم بتاع التانك، عملنا اللاجز بتاعت التانك اللي هو يركب في الانكر بولتس. هذا المانك ده اهوت السلم مفتوح له فتحه في البلاتفورم اهي، السبورتات كلها. يبقى اعمل سيلكت بس على التانك عشان ما يهربش منك، واعمل لها سكيبين عشان يبقى هي سنتر الاوربت. شايف الكوره الخضراء اللي ظهر دي؟ ده اللي احنا كان يهمنا مكانه. يبقى هو ما فيش كلاش ما بين السبورتات والمانك رادر. والله في كلاش اهو، شايف السبورت بتاع المانك رادر والمانك رادر نفسه عامل كلاش. نفس المشكله هنا ظاهره في اللاج. فانا هعمل ايه؟ تعال نخش واوريك هنعمل ايه. هنعمل موديفاي اكيوبمنت وبس. لما تيجي على البلاتفورم الستارت انجل ده 45، اعملها مثلا سي 25 وقول له اوكي. ده ما اعملهاش دلوقتي. اللاجز برضه نفس القصه، الستارت انجل اعملها 25 عشان يهربوا من بعض. قول له اوكي، تعال نشوف الدنيا هتمشي ازاي. يبقى كان عندنا الكلاش ده حلنا، كان عندنا الكلاش ده لسه البرنامج بيحمل. كان عندنا الكلاش ده ان شاء الله هيكون اتحل، والسبورتات كانت عامله كلاش مع المانك لادر، يبقى كده اتحل بالظبط. هو عامل اهو، والله ما عملش برضه للزاويه، جابت اللي بعده. طيب 25 خلينا نعملها 10، وبرضه اللي فوق برضه عامل نفس المشكله. خلينا نعملها 10 موديفاي كيوبينت، وتعالى على البلاتفورم 25 دي تعالى نعمل 10، واللاجز برضه تعالى نعمل 10. اقول اوكي كده يا باشمهندس. يبقى احنا كفرنا الجزء بتاع ازاي يبني البادي بتاع التانك. اعمل الاكسسوارز الاساسيه بتاعته اللي هو زي البلاتفورم والمنتلادر واللاجز والكلام ده. وهعلم حضرتك دلوقتي ازاي نبدا نشتغل على النوزلز بتاعت التانك اللي هي اساس القصه بتاعتنا كلها. هنتعلم نعمل النوزلات. الكلاش هنا يعني حلت مشكلته، ممكن نعملها خمسه مع المشكله اتحلت. واللاجز برضه لسه ما اتحركتش. اما تيجي نحرك المانك بدر نفسه في البلاتفورم ماشي. موديفاي اكيوبمنت وتعالى هنا وتعالى البلاتفورم. فين المانك بدر؟ بص تعالى نعمل له الاين من الليفت ونقول اوكي. عشان هنجيبها من الجهه الثانيه، يبقى ايه السلم جاي من الجهه الثانيه. طيب مفيش تانك في الدنيا كلها من اللي احنا بنعملهم دول بيبقى فيه نزل من تحت خالص. فاحنا رسمين التانك ده فيه نزل من تحت، فلازم نشيلها. هعلم حضرتك بقى ازاي تعمل نزل. احنا لحد الان والله حتى لما لفيت ما اتحلتش مشكله. طيب مفيش اي مشكله. موديفاي كيوبين على البلاتفورم دي خليها خمسه بس، خمس زوايا. الاي اللي خمس درجات، واللاجز برضه نفس القصه خليها خمس درجات، لانه بما اننا عاملينه ثمانيات فانت المفروض تقسم 360 على 8، يعني 180 على 4، 180 على 4 في الكام؟ 45. طيب هنبدا دلوقتي نتعلم. طبعا زي ما قلت لحضرتك الموديفيكيشن سهله جدا، تقعد تلف فيها وتعدلها وتتاكد ان مفيش كلاش مع حاجه عشان ما يبقاش السلكشن بتاعك فيه اي غلط. حالف هذا. طيب تعالوا نضيف النوزلز. هو الغلطه اللي انا بعملها ان انا بحرك الاثنين مع بعض، وده غلط في حد ذاته، انا اسف. هي بس البلاتفورم دي خليها بصفر، واللوجز خليها 25 مثلا. انا بحرك الاثنين اللي عاملين كراش مع بعض في نفس الزاويه، فهم يتحركوا مع بعض، ما حلناش المشكله. طيب لو جت حضرتك دلوقتي عايزين نضيف النوزلز بتاعتنا اللي هناخد منها شغل البايبنج، وهنخش فيه جوه التانك، فبيبقى حاجه اسمها مان هول بنخش بيه جوه التانك، ومان هول او بنت من السطح بنعمله. اهو الكلاش راح اهو باللجز، راحت من دي اهي. انا قلت لحضراتكم ان المشكله اللي انا كنت بعملها ان انا كنت بلف الاثنين مع بعض، هي المشكله راحت اهي وما عادش في كلاش. طيب تعالى دلوقتي نعمل النوزلز. لو جيت حضرتك هنا على الموديفاي اكيوبمنت بصيت عليها هتلاقي هنا البروبرتيز، ممكن بقى تدخل البروبرتيز الفنيه بتاعتك كلها، يعني اللونج ديسكريبشن، الكومباتبل ستاندر اللي عايز تدخله، المانيفاكتشر. والله الشركه اللي طالعه لنا التانك دي اسمها شركه اسكو للاستيراد والتصدير، وات ايفر بقى اسمها ايه، الماتيريال بتاعت التانك، الماتيريال كود، اللونج ديسكريبشن بتاع التانك كده عايز تسميها اي حاجه زياده، شورت ديسكريبشن، رايتنج كود، وهكذا. تقدر تضيف كل المواصفات الفنيه اللي انت عايز تضيفها هنا. الحاجه الثانيه في عندك حاجه اسمها النوزلز،
ودي النوزلز اللي هو بيحطها في الاعدادات الافتراضيه. طيب انا خلاص عملت الكلام ده، انا عايز بقى اشتغل بقى اعمل شويه نوزلات واشتغل اعرف الدنيا فين. هقول لك الامور بمنتهى البساطه. بص يا باشمهندس، اول حاجه بتيجي تعمل هنا وتقول له اد نوزل، تعمل سيلكت على التانك وتقول له اد نوزل. من هنا بقدر اضيف النوزلات بتاعتي. اول حاجه التايب بتاعت النوزل، اول حاجه نختار ايه؟ التاج نمبر بتاعها. انا هسميها يا هسميها لو هسميها مثلا اقدر الرمز بتاع ام مانهول ورقمه 1 ماشي. بمجرد اضغط كلوز كده هتلاقيه علم لي حاجه اسمها مانهول 1 وبدا يعمل لك سناب على التانك نفسه ويشغل لك ايه اللوكيشن بتاعها. النوزل اورينتيشن هي راديال، هي هنا توب ولا بوتوم ولا راديال ولا لاين ولا نوزل. فهي بالنسبه لنا هي دايما راديال. التانك اللي انا عايزها، انا عايزها من جنب من هنا، فهي راديال. الهايت بتاعها ايه؟ الهايت ده اللي هو الاتش، الهايت اللي هو ارتفاعها من الارض، من البوتوم بوينت اللي هي بتاعتك اللي هي النوزل دي. ده منهول، فدايما ارتفاعه ما بيبقاش عالي من الارض، فانا عامله مثلا سي بتاع 600 60 سم. بمجرد ما هعمل تاب على النقطه اللي بعدها هتلاقيه عامل بريفيو ونقل النقطه بتاعتك هناك. طيب ال ال ايه ال ال؟ شايف ال ال اللي هو البروجيكشن بتاعه. المان هول البروجيكشن بتاعه مش كبير ولا حاجه، ممكن اعتمد على 30 سم او اعملها مثلا ايه 200 بس، اعملها 200 ده البروجيكشن بتاعه. وال A اللي هو الزاويه بتاعته، انت عايزه على الاكس بتاع صفر، على الاكس بتاع 45، وعلى الاكس بتاع مش عارف ايه. فانا مثلا هحطه على الاكس بتاع 45 على سبيل المثال الستارت بوينت. وال O شايف الرسم هنا اللي هو البروجيكشن، حركه النزل نفسها من السنتر بتاعت التانك، تتحرك تبقى فين؟ في الجنب ده ولا في الجنب ده؟ فانا هسيبها صفر. والاي لو عايز تعمل تلت للزاويه، ان الزاويه الفلانج نفسها طالعه بزاويه، ففي عندك زاويه في اتجاه الاكس وزاويه في اتجاه الواي وفي تورشن كمان روتيشن وهكذا، لو عايز تعدل فيهم اي حاجه عدل ماشي. يبقى ده اللوكيشن بتاعنا حددناه. باجي نوع على التايب وهقول له نوع مان واي، والمان واي ده السايز بتاعه كام؟ دايما بيبقى 24 بوصل الستاندرد بتاعه. والاند تايب بتاعه هو بيفل، هو بسميه كده. وفي عندك نوعين منه، نوزل دايمتر اوفال واللي هو العادي. انا هختار ده. شايف بمجرد ما اخترت ده هو عامل اهو واقول له كلوز. لازم تختار دي في الاخر. هنا الفلانجه السايز بتاعها بالمليمتر ولا بالانش، والبايب كلاس هنا المان هول دايما بيبقى ستاندرد وبقول له كلوز. شايف حضرتك رسم لك النوزل هناك اهي، ولو حضرتك عملت، انا اسف، لو حضرتك عملت عليها اوربت بس او قربت منها هتلاقي كاتب لك نوزل والتاج نمبر بتاعها ام 1 والنوزل مان واي والدي بتاعها 22 24 بوصه والاكيوبمنت تاج نمبر تي كي سي ار دبليو 001. يبقى انا كده اتعلمت ازاي اضيف اول نوزل. طيب انا عايز اعدل النوزل دي، عملت فيها حاجه غلط، اعمل ايه؟ حضرتك بس تعمل سيلكت الاول للنزل زي ما احنا عاملين كده، وتضغط كنترول وتعمل سيلكت تاني للنزل، هتلاقي قلم رصاص ظهر كده. كنترول وتعمل سيلكت تاني مره للنزل هتلاقي ايه؟ طلع قلم رصاص. تضغط دبل كليك على قلم رصاص، جات لك نفس القصه اللي كنا بنتكلم فيها. عايز تعدل اي حاجه فيها عدلها. سي والله لا، والله انا عايزها مثلا ايه؟ لا انا هاخدها اوفال دايما ماشي، واقول له كلوز. يبقى انا عملت هنا ايديت للنزل دي. شايف هناك اهو في نزل تحت اهي، انا عايز اعمل لها ايديت، بعملها سيلكت واقول له كنترول واضغط عليها تاني اعمل لها سيلكت. هتلاقي اسف شايف ايه الغلط؟ تعمل هنا كنترول مع سيلكت وتضغط على قلم رصاص دبل كليك. النوزل دي اصلا جايه في الارض، انا مش عايزها في الارض، فانت اول حاجه هروح فين؟ هروح على تشينج اوف لوكيشن. النوزل دي هو حاطط لها الرقم الافتراضي النوزل رقم 1، عايز تغيرها غيرها، ممكن تعدل التاج نمبر او ممكن اعدل التاج نمبر. بتفتح ده تاني بس تضغط عليها وسميها والله النوزل رقم 3 النوزل رقم 5 وات ايفر. مجرد ما بتضغط كلوز هو بياخد الرقم اللي انت دخلته، هي نزل رقم 1. هعمل تشينج اوف لوكيشن ده واقول له اللوكيشن بتاعها ايه؟ هي مش البوتوم، البوتوم بتاع التانك زي ما اتفقنا ما بتحطش فيه نزلات لانه هو واقف على العاده. فهحط هنا راديال مثلا، حركها لي هو وين؟ في البر. وعلى فكره البرنامج دايناميك معاك وبيعمل بريفيو للنزل، النزل جت اهي تحت السلم هناك اهي. فانا هحط الهايت بتاعها من الارض قد ايه؟ انا مثلا عايز اعمل لها ارتفاع سي اعمل ارتفاع كام؟ سي مثلا 2 متر من الارضيه على سبيل المثال، احط 2000. ال ال اللي هو زي ما اتفقنا البروجيكشن بتاعها، هو راح رفعها هناك ايه؟ البروجيكشن بتاعها ال ال 67 سم، لا والله انا حطها مثلا ايه؟ كام؟ 20 سم 200. اللي ايه؟ اللي هو زاويه البدايه بتاعتك، انا عايزها مثلا 45 من الجهه الثانيه. 45 من الجهه الثانيه يعني تطرح 360 من 45 وتكتب سالب 45. ومجرد ما هتنقل الخانه اللي بعدها هتلاقي نقلها في المكان اللي انت اخترته،
وعملها لك وحسب لك الزاويه. هو انا عملتها 45 هو عدلها لك ل 315. الانجل لو عايز تعمل لها انجل خليني اوريك الانجل دي، انا مش عايز اعملها بس خليني اوريك الاوفست بتاعها بيبقى شكله ايه. انا مثلا سي احطها متر 1000 ماشي، سيف النوزل وهقول له كلوز على الوضع ده. لا هاجي هنا على تشينج دايف واقول له النوزل بتاعتي هي 4 بوصه، خليني اعملها كبيره 10 بوصه مثلا. وده الكلام اللي احنا ان شاء الله هنتعرض له كمان شويه لما نيجي نتكلم على الادمي. الاند طيب بتاعها هي عايزه فلانجد ولا بلين اند ولا سوكت ويلد ولا ثريدد فيميل ولا ثريدد ميل؟ فانا هختارها فلانجد، والسايز بتاعها بالبوصه، والبريشر ريتنج بتاعي هو 300، وهتلاقي المواصفه بتاعتك اهو بيت نوزل فلانجد 10 بوصه نومينال دايمتر ريزد فيس كلاس 300 على حسب الازمه بي 16.5 مختارها، هتلاقي طبق الامر ورا واقول له كلوز. حضرتك كل اللي مطلوب منك روح بص بقى على النوزل بتاعك شوف، لان عمل لها اوفست من السنتر، لانك عامل لها اوفست من السنتر فبترحل، بترحل حاجه بسيطه. لو جيت اجيب لك التوب فيو بتاعها شايف النوزل عامله ازاي؟ النوزل المفروض بتطلع راديال، يعني متعامده على السنتر بتاعها، يعني مثلا زي النوزل اللي احنا عملناه من شويه، شايف دي طالعه عمودي على التانك، لكن دي عشان انا عامل فيها اوفست هي اتحركت وحافظت على نفس الاتجاه بتاعها. الاتجاه بتاعها اللي هو فين؟ اللي هو الاتجاه ده، مع انها اتحركت من هنا عند التانك، كان يعني المفروض الاورينتيشن بتاعها يبقى ايه؟ مايل شمال شويه. فهو ده الاوفست اللي انا بقول لحضرتك عليه، وهذا النوزل بتاعتك اللي احنا عملناه، عملناه بمنتهى البساطه. هذا النوزل اهي، هي راحت فين؟ هذا النوزل اهي، دي النوزل بتاعتك. طيب انا عايز اعمل لها تعديل، مش هنغلط، هتضغط كنترول وتروح تضغط على البلانجر، اول ما الدايره الخطوه تظهر اضغط عليها. يظهر لك القلم الرصاص اضغط عليه دبل كليك. اعمل لها ايديت تاني، والله انا هروح برضه على التشينج لوكيشن ده واقول له الاوفست حطه بصفر، انا مش عايز اوفست خالص، واقول له كلوز. هتلاقيها اتعدلت. تعال نشوف التوب فيو بتاعها تاني، اهو انا عملت لها سيلكشن واخترت لها التوب فيو بتاعها. شايف حضرتك عملت ازاي؟ بقت متعامده على الاكس بتاع متعامده على جنب التانك. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل نوزل في التانك، وازاي نعمل ايديت للنوزل اللي احنا عايزينها في التانك. طيب انا عايز اعمل فينت فوق، سهل خالص، اقف عليه وشايف الخيار ده هو هو اد نوزل، اضغط عليه. تعالى ناخد لها التاج نمبر، فانا هعمله فينت، فانا هعمل ده حرف الفي اللي هو فينت، وهديله رقم 1، فهيبقى في 1. بمجرد ما اخد كلوز هينقلك على الصفحه بتاعت اللوكيشن وهيسميها في 1. الفي 1 انا عايزها فين؟ في الطب. اخترت الطب بتاعك اهو، وعايزها في السنتر الار اللي هو ايه؟ بص على الرسم، الار اللي هو الاوفست بتاعها من السنتر، لو حطيتها صفر يبقى هتيجي في السنتر بالظبط، انا عايزها في السنتر. ال ان اللي هو البروجيكشن بتاعها اللي هو الارتفاع بتاعها 304، سيبه 304 مش ازمه. اللي ايه؟ اللي هو الزاويه بتاعتك لما تتحرك من هنا، هو حاططها صفر، سيبها صفر، ما هو هي مش هتفرق معاك. بعد كده عندك حاجه اسمها البي بيربنديكولار. نفس القصه بقى، عايز تعمل لها بروجيكشن وجهه شمال ويمين مش هتفرق معانا في حاجه هنا. وتعالى على تشينج تايب واختار فينت نوزل. مجرد ما تختار فينت نازل هيقول لك حدد السايز بتاعها، زي مثلا اعملها 6 بوصه، والاند بتاعها هي دايما بتبقى بيفل، يعني هيبقى فيها قلب وكده، والمواصفات الباقيه كلها هي اياها، وهختارها كده اهوت من هنا واقول اوكي كلوز. كلوز ها خلاص كلوز. هو رسمها هناك ايه؟ الار 465. طيب هو مش راضي يعملها ليه؟ احنا قلنا الار، الار الار اللي هو الديستانس، بنحطه صفر، حطه صفر، ايه المشكلة؟ ال ال واحد، ال ال واحد وال ال اتنين، دي ظهرت ليه؟ ال ال واحد وال ال اتنين. بص يا باشمهندس خلينا نرجع لها تاني. ال ال واحد هو المفروض الديناميك جامبو تظهر، ال ال واحد اللي هو الحرف اليو اللي هناك ده، او ال ال واحد اللي هو لينس، زي مثلا هعمله 20 سم، ال 2 هوريه لك دلوقتي، وال ال 2 هعمله مثلا ايه؟ زيرو، وده الاورينتيشن بتاعها ماشي. ها
معلش انا عايز الامر تاني يا باشمهندس، معلش الجهاز معلق معايا. يبقى انا عايز اعمل فينت في التانك ده، هتيجي نوع على قد نوزل، تيجي نوع على قد نوزل، وزي ما قلت لحضرتك هسميه فينت، هو فينت في، وهحط له رقم واحد، ومجرد ما اضغط كلوز هيطلب مني ان انا ادخل المواصفات الفنيه بتاعته، فانا هدخل المواصفات، الهايت بتاعه هو مش راديال، هو في التوب، والار بتاعه عايز احطه كام؟ الار اللي هو الاوفست بتاعه من السنتر، فانا عايزه في السنتر بالظبط. فهسيبه في السنتر، والال اللي هو 304 سيبه 304، وهاجي نوت على اللوكيشن اقول له فينت نوزل، واختار السايز بتاعك مثلا سي 8 بوصه، وهختار دي دبل كليك واقول له اوكي. عملنا الفينت اهو، عملنا الفينت اهو زي ما حضرتك شايف. الفنت فكرته كلها بتبقى بايب بتبص لتحت. ليه بتبص لتحت؟ علشان ما يقعش فيها حاجه، يعني ما يجيش طير ولا عصافير ولا حاجه تقف عليها وتوقع حاجه في التانك، او يقع فيها تراب او اي حاجه، بتبقى بتبص لتحت وبيبقى عليها هنا مش. فده الفنت، الفنت دوره كلاته انه يسمح للهواء انه يخش، وبالتالي ما يبقاش فيه فاكيوم بريشر جوه التانك يعمل له كولابس لاي سبب إن كان. لانك انت لما بتسحب ميه من التانك لو ما عوضتش الميه دي بهواء هيحصل فاكيوم بريشر داخل التانك، فممكن يعمل له كولابس. يبقى احنا كده يا شباب اتعلمنا ازاي نعمل تانك بمنتهى البساطه، ونعمل له فينت، ونعمل نوزل الجهادي، ونعمل نوزل الجهادي، والقصه بسيطه خالص. وتعالوا نعمل ايه؟ ايزوليت اند اوبجكت ايزوليشن. يبقى انا كده ايه رسمت التانك، ده العاده بتاعته اللي تحت اهي، ده البلانت بتاعنا، كل حاجه زي ما احنا عايزينها. تعالى نعمل استراكشر موديل، ونعمل شهاده موديل، ما بتغيرش اي حاجه على فكره في الاكيوبمنت اللي هو شادد موديل. انا قلت لك هي بتاثر بس على الاستراكشر، لكن هنا بس انا بعملها علشان حضرتك تعرف احنا وصلنا لايه. طيب هفتح بس 5 دقايق للنقاش، لو في حد خطر في باله سؤال دلوقتي الاول نحفظ. 5 دقايق للنقاش عشان اخش على الهوريزونتال فيزل ان شاء الله نغطيها النهارده، ونشوف نقدر نقول ايه تاني. انا فاتح الباب للنقاش يا شباب، اللي عايز يتكلم يا ريت يخش، او اللي عايز يسال اي اسئله مفيش اي مشكله. انت حاضر شباب، حد عنده اي اسئله في الكلام اللي احنا قلناه لحد الان؟ هل ممكن نضيف للقاعدة داتا، للقاعدة اللي رسمناها داتا؟ هل ممكن نضيف داتا للقاعدة اللي رسمناها بأري؟ مش هتفرق معاك في أي حاجة يا باشمهندس، لأن أصلا هي فوتنج ولا مش فوتنج، الكلام ده ما بيفرقش معاك في حاجة، أنت مش في مرحلة الفاينل. لكن لا، بيتهيألي ما نقدرش نحولها للاستراكشر. هو في سبورتات، لا هو هي سبورت، انا ممكن احولها لسبورت لكن مش ممكن احولها لستراكشر اللي فوتنج الاعلى، ما لسه البرنامج مش دعم الخاصيه ان انا اضيف دي على سبورت. بالمناسبه يا جماعه هي نفس القصه، انا قلت لحضرتك الديناميك انبوت بتاع البرنامج اوتوكاد لطيف جدا، انت لو عايز تعدل اي حاجه عندك مؤشرات كتير جدا ان انت تعدل، ممكن تكبر ده وتصغرها، ممكن تحرك العدد مكانها، تغير الهايت بتاعها، تزوده وتقلله زي ما حضرتك عايز يعني. ماشي كله تمام يا باشمهندس، يلا نخش على بعدها. طيب احنا اتعلمنا هنا ازاي نعمل تانك واقف، اتعلمنا ازاي نعمل سبورتات بتاعته، اتعلمنا ازاي نعمل بلاتفورم له، ازاي نعمل مانك لادر، الحاجات دي كلها حاجات خاصه بالتانكات. طيب انا لو عندي فيزل نايمه، تعالوا نشوف القصه، نفس القصه معلش. تعالى نعمل، طيب هنيجي نوت على هوم، افتح كريت انيو اكيوبمنت، وتعالى ناخد حاجه اسمها هوريزونتال فيزل. هذا الفيزل اهي عندي هنا ايه فيرتيكال اللي احنا عملناها، احنا عملناها من التانك، هي نفس القصه. هنا هنعمل فيزل وهنعمل ايه هوريزونتال فيزل. هوريزونتال فيزل ده البريفيو بتاعه، هو كل اللي عمله ايه حاطط ترابيزويد اللي اسمها ايه تورسفيرك هيد وسلندر تورسفيرك هيد تاني، يعني هي القصه كلها. يعني انا برضو لو عملت ريموف وريموف وريموف وبداته من الصفر ولا اي حاجه، هي شيب اهي، وهي برضو 2 لواحد ترانسفيرك هيد، واد شيب تاني احط سلندر، واد شيب تاني احط 2 ترانسفيرك هيد،
خلاص يبقى انا عملت الاولانيه والثانيه والثالثه كده، عملت النزل البيزل بتاعتي كلها. وتعالى ناخدهم واحده واحده. الاولانيه تروسفيريك هيد هحط هنا الدايمتر بتاعها كام؟ الدايمتر بتاعها خلينا ناخد النزل البيزل دي مثلا على دايمتر 2 متر ونص 2500، والاس اف ايه الاس اف هي عند البروجيكشن ده خلينا نحط صفر عشان يبقى الطول كلها جاي على السلندر، والتي اللي هو السيكنس بتاع الدش ده عايز تحطه كام؟ خلينا مثلا نحطه كام؟ 20 مللي. ماشي؟ هتيجي على السلندر، الدايمتر خدوا لقطه اوتوماتيك من التروبوسفيريك الهيد اللي انت عملتها الاولانيه، وانا عايز طول الفيزل دي يكون على سبيل المثال 8 متر 8000. ماشي؟ والتروبوسفيريك الهيد الثانيه برضه نفس القصه، هتلاقي الدايمتر لقطه اوتوماتيك والاس اف حطه بصفر عشان ما يحسبلكش اي طول، يبقى عند الديتا بنسميها تانجنت تانجنت اللي هو من اول الولد بوينت للولد بوينت، عايز تحط لها سيكنس برضه مفيش اي ازمه. نعم تمام كده، والسيكنس برضه 20 مللي. وكده انا عملت الفيزل بمنتهى البساطه. وما تنساش لو سمحت تحط التاج نمبر. التاج نمبر شايف هو هنا عامله تي كي، انا مش عايز انا اعمل تي كي لان انا ده الاكيوبمنت ده هو فيزل فانا بعمله بي، وهعمله تاج نمبر او احط له 001. هو هنا سماه ايه؟ فيزل في داش 0001. واقول له اساين. على فكره لو في اي اكزيستنج اكيوبمنت تظهر هنا اللي هو ايه؟ اللي هو حرف البي. لكن انا لو عامله تي كي، شايف لو تي كي وقلت له 001 مش هيقبل. ليه؟ لان انا عملت تانك اوريدي تي كي 01. لا والله كان كرود ايه؟ طيب سي ار دبليو. ماشي؟ 001 لو جيت اعمله سيريال نمبر اختار اثنين. طب انا اعمل واحد كده واقول له اوكي اساين. البرنامج مش هيقبل ان انت تجيب تاج نمبر اتعمل مره قبل كده في المشروع وتحط الايكيبمنت ثانيه، لان الايدنتيفيكيشن كده خسر معناه انه عندك تنكيب بنفس الرقم. طب انا اعرف عليهم ازاي؟ مش هيعرف يتعرف عليهم فما بيقبلش. فانت مثلا ممكن تجي هنا تعمل اوتو نمبر، لكن انا قلت لحضرتك ان دي فيزل فانا بعملها حرف في وهعملها اوتو نمبر اللي هو 001 واقول له اساين. زي ما قلت لحضرتك انه التاج نمبر هو يونيك ايدنتيفيكيشن داخل المشروع بتاعك لكل ايتم. شويه هنخش على اللاينز هنحط لها تاج نمبر، الجروب هنحط لها تاج نمبر وهكذا. فمش هيقبل البرنامج ان انت تكرر التاج نمبر لاي حاجه. تمام كده يا باشمهندس، قلنا ان التاج نمبر في 001 وان الدايمتر بتاعته خلصناها، وبمنتهى البساطه خلاص ممكن اخش كريت. لو عايز اخش على البروبرتيز واضيف كل التفاصيل اللي انا عايزها احطها، مثلا المانيفاكتشرر هو مثلا اي حاجه، اي اس سي او مثلا شركه اسمها اي اس سي او، واللونج ديسكريبشن بتاعته ده فيزل مثلا يوريك اسيد على سبيل المثال يوريك اسيد معايا، والكومباتيبلتي ستاندر انا والله اقول له ازمي مش عارف الكود اللي هو وات ايفر، حط التفاصيل اللي انت عايزها هو هيقبلها ويدخل كل التفاصيل وبتقول له كريت، بيحط لك الفيزل هناك اهي، حطها في اي نقطه انت عايزها، والاورينتيشن بتاعها زي ما حضرتك شايف هو بيعمل لك بوصله. بعد الكليك الاولانيه بيعمل لك البوصله اللي انت شايفها دي، بتاخد الاورينتيشن اللي انت عايزه زي انا عايزها في الوضع ده، وبقول له اوكي. يبقى انا كده ايه؟ رسمت الفيزل بتاعي. بس الفيزل في الحقيقه ما بتبقاش كده يا باشمهندس. يقول لك حاضر يلا نشتغل عليه. اقول له رايت كليك واقول له موديفاي اكيوبمنت. الفكره ان انا ليه بحب احط الاكيوبمنت وبعدين اشتغل عليها؟ انه هتبقى في بريفيو خاص بيها وتقدر تشتغل عليها. الحاجه الثانيه انه بمجرد ما بعملها كده بعمل عليها رايت كليك واقول له ايزوليت واقول له هايد اوبجكت اسمها ايه؟ ايزوليت اوبجكت. ليه اوبجكت؟ ايزوليت اوبجكت عشان لما اعمل اي تعديل فيها واخش لها وارجع لها يبقى البريفيو بتاعها سريع والموديفيكيشن بتاعتها سريع. تعالى نعمل بقى موديفاي اكيبمنت. طيب اول حاجه نعمل ايه؟ هنيجي على السلندر ده ونقول له اترم. اترم ده قدامي حاجتين، حاجه اسمها ستيفننج رينج، ودي اللي احنا ما كملناهاش المره اللي فاتت. دايما الفيزيلات الطويله مثلا بنحط لها مثلا استثمارات في النص. الاستثمارات دي فايدتها ايه؟ ان هي بتدعم السيكنس بتاع الوول بتاعها، وبتبقى عامله زي عصب كده ماسك الفيزل من الاول على الدايمتر بتاعها، لانه الدايمتر زي ما حضرتك عارف كل ما بيكبر بيبقى البريشر تاثيره عليه اعلى، وبالتالي اقل بريشر ممكن يعمل لك ديفورميشن في شكل الفيزل. فانت بتعمل ايه؟ بتحط لها شويه استثمار رينج دي اللي هي ستيفنج رينج بتاعها. طيب بنحطها ازاي؟ تختارها وبس. عندك حاجه اسمها البي. ايه البي؟ بص على الرسمه اللي هو السيكنس بتاعها، مثلا السيكنس بتاعها 2 سم يعني 20، والدي 1 الدي 1 اللي هو ايه؟ الدايمتر بتاعها دايما بيبقى اكبر من الدايمتر الاصلي. فهيوه احنا عندنا 2500 وهو حاط 5 سم زياده. 5 سم يعني ايه؟ يعني رفرفه هنا 2.5 و2.5 وده قليل جدا. فانا مثلا عاملها 2350 بحيث ان هي تبقى ظاهره وتبقى واضحه لحضرتك. الحاجه الثانيه الهيد بتاعك الاتش. انا عايز مثلا احط ثلاث استثمارات على طول الفيزل. ثلاث استثمارات يعني كام؟ احنا اتفقنا ان طول الفيزل بتاعنا كان 8 متر باين صح؟ مش فاكر.
خش على السلندر وبص عليها، اهي 8 متر 8 سيب 2 حط واحده، وبعد 2 حط واحده، وبعد 2 حط واحده، يبقى ده 2 و2 و2 ده كده 6. لا مش جاي. طيب يبقى انا هجيب هنا ايه الاستنج ليج اهي، وهحط مثلا بعد متر واحده 1000 واقول له اوكي. تعالى نروح نشوف الاستنج ليج اللي احنا حطيناها، هتيجي هنا اهوت، هتيجي نوت، واضح ان احنا رسمناها غلط. تعالى نعمل موديفاي اكيوبمنت ونشوف الدايمتر بتاعها كام. الدايمتر اصلا بتاعنا 2500، 2500 دي اقصدها 2850 مثلا، قول له اوكي. شايف حضرتك السيرفنج ريج واضحه خالص اهي، ماشي. تعالى انا عايز اعمل واحده ثانيه برضه من نفس الجهه الثانيه على بعد متر، وواحده في النص بالظبط. تعالى هنعمل هنا موديفاي اكيوبمنت ونفس القصه، احط دي بس اعملها 2650 بس. انا عايز كام؟ انا عايز 10 سم، يعني 100 جهاد و100 جهاد يبقى 2700، 2700 ماشي. وهعمل على نفس السلندر، اختار السلندر ثاني واقول له اد تريم، واقول له ستيفنج رينج، والبي زي ما اتفقنا اللي هو الستيفنس بتاعها انا عاملها 20 مللي، والدايمتر 2700، والمكان بتاعها هعملها على بعد سيب ادا متر الاولاني، السلندر بتاعنا بالظبط هو 4 متر يبقى ده 4000. وهعمل برضه ثاني اد تريم، اختار السلندر قول له اترم ستيفنج ريج، وهعملها على طول كام؟ هي نفسها ده 20، وهنا 2700، ودي كام؟ هعملها على طول 7. تعالى اقول اوكي واوريك احنا عملنا ايه. انا سبت متر من هنا وعملت الاولانيه، وسبت جيت في النص بالظبط على عمق 4 متر وعملت الثانيه والثالثه، فبقت الفيزل بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، وده طوله زي ما قلنا بيعصب الفيزل عشان البريشر الداخلي بتاعها. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب تعالى نعمل ايه؟ تعالى نشوف السبورتنج اكيوبمنت بتاعت، يعني هشيلها ازاي؟ هاجي على السلندر واقول له اترم، وعندنا حاجه اسمها ايه؟ سادل. لو جيت بصيت هتلاقي اللاجز ما عادتش موجوده، ليه؟ لانه هيحط لاجز فين؟ ما هي نايمه، هي نايمه على بطنها، يعني هي هوريزونتال فيزل، فاللاجز مش عارف يحطها، واللجز نفس القصه، وما عندوش اي حاجه. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ هنحط السادل. عندنا حاجه اسمها السادل، ودي من اهم الحاجات اللي بتقابلنا في الهوريزونتال فيزل. في الهوريزونتال فيزل اللي هي اصلا دورها هي بتشيل لك الفيزل زي ما حضرتك شايف، هتشرح عليك طبعا. طيب انا السادل بتاعتنا اهي، الخيارات اللي فيها، في عندك حاجه اسمها ليفت ورايت، يعني حط لك سادل بس في الجهه اليمين، سادل بس في الجهه الشمال، سادل بس بير زوجي، يعني واحده يمين واحده شمال. الايه اللي هو الزاويه بتاعتك، عايز الزاويه كام؟ هي دايما بتبقى 120، عايز حضرتك توسعها اكتر حتى تعملها 180 مفيش مشكله. 180 ده يعني هتوصل لخط الصدر ده. احنا بنعملها على 120 عشان ما تطلعش فوق. طيب الهايت بتاعك، وده طبعا ديزاين في الاول والاخر. الهايت بتاع الفيزل، هو ما بيحسبش الهايت بتاع الفيزل على فكره، من بتاع السادل من تحت هو بيحسبه من سنتر الفيزل. سنتر الفيزل بتاعتنا 2 متر ونص، يعني الطول ده متر وربع، وانا عايز ارتفاعها من الارض ما يزيدش عن 60 سم مثلا، يبقى ده متر 125 و600 قول 500، 125 175 185 يبقى 1850. معايا؟ ده الهايت بتاعنا اللي انا حطيته. لو في اي مشكله هنرجع له تاني، احنا عارفين نعمل موديفاي ازاي. ال اللي هو المسافه منين؟ اللي هو السادل الاولانيه من البدايه، انا حطها كام؟ انا حطها مثلا ايه؟ 60 سم 600، و ال واحد فين ال واحد؟ ال واحد اللي هي المسافه من هنا لهنا. احنا عندك الدايمتر بتاعك كام؟ 2500. هو هنا عامل 1750، اكسبتبل بالنسبه لك؟ اه اكسبتبل، توكل على الله. ال 2 اللي هو البروجيكشن بتاعي عامله 1850. طيب انا عادل اهي، احنا سيبها دلوقتي وانا هوريك نعدلها بعدين، مش مشكله. ال 2 1850 اوكي 1850. ال 3000، ال 3000 اللي هو المسافه ما بين دي ودي، لا طبعا. الطول ده كله كام؟ 8 متر، شيل منه 600، 600 1200 من 8 متر يبقى 6 متر و800، يبقى ده 6 متر و800 عشان يبقى المسافه ما بينهم صحيحه. طيب السكنس اللي هو التي ده 20 مللي، احنا هنعمله 50 مللي 5 سم يعني. الدبليو لان الفيزل دي كبيره، الدبليو الدبليو ده 20 سم يعني اوكي، الدبليو 1 ماشي 30 سم برضه اوكي، والدبليو 2 250 اوكي. خلاص يبقى كده المواصفات كلها اوكي، وهقول له اوكي وروح اتفرج عليها وما تقلقش من اي حاجه، لو فيها اي ايديت هنعملها ايديت. يبقى ده مثلا ده الفيزل بتاعتنا، السادل اهي مش عامله اي مشاكل مع الستيفنج راج، والامور ماشيه كويس. طيب
يبقى انا كده يا باشمهندس اتعلمت ازاي اعمل الستيفنج رانج رينج، وازاي اعمل السادل. السادل ده اللي هو الليفتنج ميثود بتاعه الفيزل بتاعتي. طيب عايز اعمل لها ايديت لاي حاجه عادي خالص يا باشمهندس، اعمل موديفاي اكيبمنت وخش اعمل الموديفيكيشن اللي انت عايزه. طيب يبقى انا كده اتعلمت يا باشمهندس ازاي اعمل النوزل واعمل الفيزل بتاعي وعملت لها ستيفنج رينج. تعال نشوف ايه تاني اللي اقدر اعمله فيها موديفاي اكيبمنت. بص يا باشمهندس احيانا مش غالبا يعني بنحتاج نفتح الفيزل دي لاي سبب إن كان، فبيبقى عليها بودي فلانج. فباجي على السلندر ده مثلا على سبيل المثال واقول له اترن بودي فلانج. بودي فلانج زي ما وريتها لحضرتك شايف المنظر بتاعها، هي دورها ان انا هفتح الهيد دي كلها اطلع حاجه من جواها. لو مثلا احيانا بنحط اكيومنتس جواها زي مثلا ايه الفصل الكهربي لبعض انواع الزيوت، في مش جوه اللي هو بتاعت فصل الغاز احتاج اطلعها انضفها على الوقت وات ايفر هو اسمه ايه، ده على اساسه بنحط بادي فلانج. البادي فلانج ده فيها انواع، في حاجه اسمها ميتنج فلانج سيت، في حاجه اسمها اب بس، وحاجه اسمها داون. احنا هناخد ميتنج فلانج اللي هم فلانجتين مع بعض، والبي بص على البي، البي اللي هو الثيكنس بتاع الفلانج هي 5 سم اوكي. الدايمتر 1 2650، الدايمتر 2 فين الدايمتر 1؟ الدايمتر 1 ده اللي هو البروجيكشن بتاع الفلانج. لو عايز تعمل الاثنين نفس الدايمتر مفيش اي ازمه. 2550 الجي مثلا بتاعتك فين؟ اللي هو الجاسكت بتاعتك 3 مللي اوكي. الهيد بتاعتك او الاتش مكانها فين؟ انا حاطها عند منطقه الصفر صح كده؟ منطقه الصفر. والال فين الال؟ الال اللي هو طول الفلانج من الاول للاخر 7 سم ونص. خلينا نفترض جدلا ان احنا موافقين ونقول اوكي. ينفع احط لك فلانج هنا اهي؟ لو حضرتك بصيت هتلاقي في فلانجه، يعني الاند هيد دي ملحوم فيها مباشر فلانجه، تقدر تفتحها وتشيل المصابير بتاعتها وتطلع كل الانترنالز بتاعتها وتحطها في اي وقت. طيب والله انا مش عايز اصلا بادي فلانج هنا، لانه دايما البادي فلانج بتبقى في الحاجات الصغيره مش في الفيزلز الكبيره، لان الفيزلز الكبيره بنفتح لها اكتر من منهول وبنعمل لها رينج من دكتور. انا وريت حضرتك ازاي تعمل بادي فلانج، عايز تحطها حطها، مش عايز تحطها هتعمل موديفاي اكيبمنت وتقدر تيجي على البادي فلانج وتقول له بمنتهى البساطه ريموف، هيقوم شايلها لك وتقول له اوكي، ومجرد ما تقول له اوكي شال لك البادي فلانج. يبقى احنا كده اتعلمنا يا باشمهندس ازاي نعمل فيزل فيرتيكال فيزل اسمها ايه هوريزونتال فيزل. يلا نشتغل على النوزلز بتاعتها. نفس القصه، هو البرنامج اوتوماتيك بيحط لك اثنين نوزل، نوزل في الراديال هتلاقيها هناك اهو اهي، نوزل اهي عامله اصلا كباش مع الستيبنج رينج، ونوزل في الاند بتاعتك. تعالى ناخد النوزل ده ونعدلها ان هي تبقى المنهول. فانا زي ما قلت لحضرتك اعمل سيلكت كنترول وسيلكت ثاني هيجيب لك القلم الرصاص، دبل كليك على القلم الرصاص هيجيبها لك. انا هعملها منوي وهخليها 24 بوصه. فين 24؟ 24 بوصه وهتبقى بيفلت هي خلاص كده خلاص. تعالى نعمل ايه؟ هنعدل التاج نمبر بتاعها هيبقى ام منهول، اولها ام فنعملها ام 1 واقول له كلوز، هو غير التاج نمبر بتاعها دلوقتي. ويلا نقول له تشينج لوكيشن، هي هتبقى في الراديال، هي في الراديال. والهايت بتاعها انا عايزها مثلا سي في السنتر، السنتر فيها ستيفننج رينج، فانا عاملها مثلا على طول 3 متر 3000. والال بتاعتها اللي هو البروجيكشن، البروجيكشن هنعمله 20 سم فين؟ والباقي اللي هو زاويه هو حركها اهي زي ما حضرتك شايف، طلعت في النص ما بين الستيفننج رينج الاولانيه والثانيه. والاي اللي هو الزاويه بتاعتك عايز تعملها على زاويه 45، عايز تعملها على 100، هي الزاويه دي اكسبتبل بالنسبه لي، والباقي كلها اكسبتبل. هتيجي هنا وتقول له المان هول كده خلاص خلصناه، وتقول له كلوز. ها وهنقول له كلوز تاب تاب، ايوه كلوز كلوز. زي ما حضرتك شفت كده ادي احنا عملنا النوزل اهي، ده المان هول بتاعنا، عملنا النوزل المان هول زي ما حضرتك شايف كده، وده الاكسس بوينت. واحنا عملنا موديفاي اصلا للنوزل موجوده وعملنا فيها ايه النوزل اللي حضرتك شايفه. طيب تيجي نروح نعمل قاعده هنا، الفوتنج هتبقى سهله معانا. تعالى مثلا نعمل موديفاي فوتنج سيتنجز. انا عايز القاعده بتاعتي كام؟ لو تفتكر حضرتك، تعالى ثانيه واحده، عايزين نعرف العرض بتاع دي قد ايه وطولها قد ايه. فاكر حضرتك؟ لا مش فاكر. اعمل موديفاي اكيبمنت وتعالى على السادل وبص على الطول بتاعها. الطول بتاعها كانت كام؟ اللي هو ال2 1850، وعايزين مثلا 10 سم يمين و10 سم شمال، يبقى 1850 1950 2050. يبقى هنعمل طول القاعده 2050. طيب العرض بتاعها اللي هي ال2 اللي هي
فين؟ اللي هو W، W1، لا مش W1، W2، W2 كام؟ 300، 310 يمين و10 شمال يبقى 500. اوكي تعالى نعمل العاده بتاعتنا. فهقول له هنا سفنجس فوتنج سفنجس، وهاجي هنا قلت لك الطول بتاعها 2 متر و50 سم و5 سم، والويدث بتاعها كانت نص متر 500، والارتفاع بتاعها كام؟ سي الارتفاع بتاعها هناخدها مثلا ايه عمق العاده والمتر، وهقول له اوكي ماشي يا باشمهندس، وتعالى اعمل فوتنج وتعالى نختار. طيب قبل ما تعمل الفوتنج والكلام ده كله لو سمحت اعمل اند ايزوليشن ايزوليت اند اوبجكشن ايزوليشن كده كل حاجه ظهرت، وتعالى نختار المكان اللي احنا عايزين نحطها فيه، او على الاقل يبقى عندنا ريفرنس بوينت ليها، لان احنا عندنا نوزلين قاعدتين. فانا هعمل لاين، اللاين الاولاني هو اللاين الثاني اهو، والمسافه اللي ما بينهم كام؟ ما كنتش فاكر المسافه اللي ما بين السدر الاولانيه والسدر الثانيه كام؟ ماشي ثاني اكيوبمنت موديفاي اكيوبمنت، المسافه اللي ما بين السدر الاولانيه والسدر الثانيه كام يا باشمهندس؟ هذا السدر اللي هو ال 3، ال 3 كان كام؟ 6800 بالظبط كده. هاجي نوع من لاين، لاين مسافه، واقول له من النقطه دي على سبيل المثال لاين مسافه من النقطه دي للنقطه دي 6800 متر. يبقى انا جبت ايه؟ مكان العدد الاولانيه سنتر بوينت، ومكان العدد الثانيه سنتر بوينت. وهاجي اقول له فوتنج، وهحط العدد الاولانيه، السناب مش شغال معايا، خش على السناب واختار الاند بوينت، واقول له رايت كليك، خلاص كده ثاني فوتنج، واحط النقطه دي وايه. طيب مش هحط الثانيه، تعالى نعمل له روتيت، ار او روتيت مسافه، واختار العدد وحركها كده، وبعدين هنعمل موف للعادة، او انا ممكن اخد النقطه دي واحطها هنا. ماشي يا باشمهندس، يبقى انا كده عملت سنتر للعادة الاولاني، واعمل لها كوبي سي او، وخد النقطه دي واحطها هنا. يبقى انا كده عملت العادتين بتوعي صح كده، والمفروض الخط ده بيخدم. طيب تعالى ناخد النزل بتاعتنا، السدر بتاعتنا، هقول له موف العادة بتاعتي، هقول له موف، ولو سمحت انت تختار عشان تريح نفسك مره واحده، اختار ميد بوينت واختار السنتر بوينت ده، وروح حطها مباشر على مين؟ على العادة بتاعتك، على العادة بتاعتك برضه هتختار هنا سيلكت ميد بوينت وتقول له سيلكت. كده انت حطيت العادة اهي وماتشنج مع العادة بتاعتك، بس هي مش جايه في مكانها هنا، فانت كل اللي هتعمله ايه؟ تقوم عامل سيلكت، تقول له موف مسافه، وتاخد من هنا لهنا 100 مللي، 100 مللي، قول له كده سنترناها بالظبط على القواعد بتاعتها اللي احنا عايزينها. في الحقيقه مش هنسى القواعد بتاعت السادل هي كده مش هتحمل، مش هتشيل احمال تحت السادل دي على طول. في بيبقى في قاعده خرسانيه كبيره اللي بتشيل الاحمال، انا عايز اعمل لها بريزنت هي كمان. بمنتهى البساطه اخش على فوتنج سفنجز، والطول بتاعك زي ما هو، العرض بتاعك ده مش هيبقى العرض، هيبقى سي مثلا 2 متر 2000، والعمق بتاعها تبقى حوالي مثلا 60 سم 80 سم، تعالى نقول 800، واقول له اوكي، وهاجي اعمل الفوتنج احطها في اي حته ما تفرقش معاك. بعدين انت عملت العدد بتاعتك ايه، وهعمل لها موف من هنا للسنتر بوينت بتاعت مين؟ بص تعالى ناخد هنا موف، وانا هاخد السنتر بوينت ده احطها على السنتر بوينت. ماشي دي القاعده بتاعت السادل بتبقى بالمنظر ده، ولو حضرتك عايز تغير اي ابعاد زي ما اتفقنا بنغيرها بمنتهى السهوله. هناخد كوبي ماشي من هنا، واختار اي نقطه، تعالى ناخد النقطه ده مثلا من الكورنر ده، ونختار نفس الكورنر الجهه الثانيه، زي عملنا العادة. يبقى احنا عملنا كده القواعد عملناها بتاعت الفيزل بتاعتنا، نقدر بقى نحرك المجموعه دي كلها مع بعضها ونحطها في اي حته. طيب عايزين نعمل نوزل في الجهه دي، على سبيل المثال اعمل رايت كليك واقول له اد نوزل، بتيجي منين تاني؟ بتيجي من هنا. اعمل كليك واقول له ايه؟ شايف الرمز بتاعتك اد نوزل اهي. هنيجي هنا هسمي النوزل دي نوزل رقم 2، ماشي خلاص. وتعالى ناخد اللوكيشن بتاعها، انا عايزها فين؟ في التوب، في البوتوم، في الراديال، في اللاين، فين؟ انا عايزها مين؟ في التوب. التوب جايبها لي فين؟ الجهه دي، شايف حضرتك؟ جت في السنتر. انا عايز مثلا الار بتاعك مش عايز لها اوفست، لا عايز لها اوفست،
مقداره اتش، واللاين بتاعي ال ال فين ال 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 اللي هو البروجكشن بتاعنا انا عامله 20 سم اكس 200، والا اللي هي الزاويه بتاعتك انا عاملها انا عايزه تحت. شايف هنا كام؟ صفر هنا. تعالى نقول 45 لا 90 ونشوف مكانها هيجي صح ولا لا. 90 جت فوق فانا عاملها سالب 90 عشان تيجي لتحت. اهي جت لتحت زي ما حضرتك شايفها في البريفيو. وهاجي نوت على المواصفات الفنيه بتاعتها واقول له هي ستريت نوزل، السايز بتاعها 6 بوصه وهي فلانجد، والكلاس بتاعها 300 وبس. كل اللي هختاره ان هي نومينال دايمتر ريست فيس 800 واقول له كلوز. عملت حضرتك النوزل بمنتهى البساطه اللي حضرتك شايفها، عملنا النوزل اهي وكده احنا شغالين اهوت. ادي رسمنا النوزل وعملناها وعملنا لها اوفست من السنتر، والامور بسيطه وهي جاهزه ان انت تبدا تشتغل بايبنج. لو جيت على البلس اللي هنا وبدات تسحب هتلاقي بدا يرسم معاك بايبنج. الامور بسيطه خالص وما تقلقش من اي حاجه. ان شاء الله نفتح الموضوع للنقاش، وبكده انا خلصنا حلقه النهارده. والحلقه الجايه ان شاء الله هنبدا نشتغل فيها، اعرف حضرتك يعني ايه بايب، يعني ايه فلانجه، يعني ايه فيتنج، يعني ايه ازم ستاندر، يعني ايه استم ستاندر. الكلام ده كله ان شاء الله هو ده النظر اللي هنغطيه المحاضره الجايه. وهنرجع تاني للاكيوبمنتس، هعلم حضرتك ازاي تعمل فيرتيكال فيزل زي دي، بس هنتعلم حاجه جديده اسمها السكيرت وتفاصيل تانيه جديده ان شاء الله هنتعلمها. وهنبدا نشتغل على الترومبات. اذا الوقت سعفنا هنكمل، ما سعفناش هنقف عند الترومبات ونكملوا الدرس اللي بعده. اتمنى ان شاء الله المحاضره تكون عجبتكم وانه اكون غطيت اكبر جزء انا عملته. اللي بنحطها النوزل، هو النوزل اللي بنحطها بتتحط بناء على ايه؟ العدد والاماكن. بص يا باشمهندس، هو في الاول وفي الاخر انت اللي بتحط اماكن النوزلات على حسب البروسيس ريكويرمنت بتاعتك. ان شاء الله هوريكم المره الجايه مخططات لفيزلات، وانت بتحدد الموضوع ده على هذا الاساس. مثلا انا عايز اعمل بريفيو للفيزل دي، او انا بعمل التصميم من الاول خالص، فانا مثلا بشوف البروسيس ريكويرمنت بتاعتي وبقول والله انا عايز اعمل نوزل فوق، انا اعملها ديسشارج مثلا للغازات، وعايز السايز بتاعها يكون مثلا في المتوسط 18 بوصه لغايه ما اعمل الكمبيوتيشنال دايناميك كالكوليشن واتاكد ان هي هتبقى 18 بوصه، فببدا اعمل النوزل على هذا الاساس. فالحاجات دي كلها بسيطه وسهله خالص، وبتيجي من الديزاين. هوريها لكم ان شاء الله المره الجايه. هو هل ممكن اضافه التاج للسادل والاستثمار؟ لا يا باشمهندس، هم كلهم جزء واحد، فهو هيتحط التاج لكل ايتم ليه؟ يعني هو اصلا الاستثمار ولا التاج ولا كده كله ايتم واحد، لكن النوزل كل نوزل لها تاج. لو حضرتك بصيت على الاكيوبمنت احنا بنعملها كان كل نوزل لها تاج نمبر، والبرنامج برده ما بيقبلش ان انت تكرر تاج نمبر لنفس النوزل على نفس الاكيوبمنت. يعني ممكن احط نوزل واحد 10 مرات في المشروع بس ما يكونوش على نفس الاكيوبمنت. نفس الاكيوبمنت هو سيكونشال، تاج واحد اسمه نوزل واحد، نوزل اثنين، نوزل ثلاثه، اي حرف والترقيم بتاعه التسلسل. هو التاج الخاص او التاج بيكون خاص بالاكيوبمنت ولا نستطيع ان تخصيص كل قطعه بتاج؟ زي ما قلت لحضرتك يا باشمهندس، الاكيوبمنت نفسها بيبقى لها تاج، والنوزلات بيبقى لها تاج اللي هي الاماكن اللي انا بربط عليها، عشان بعد كده لما حضرتك تعمل اكستراكت لل اكستراكت للايزومتريك هيقول لك هتربط على اكيوبمنت رقم كذا نوزل رقم كذا. هو بيجيبها منين؟ من التاج اللي حضرتك حطيته. محتاجين محاضره بكل قوائم البرنامج واستخداماته. بص يا باشمهندس روماني، هو بصراحه الموضوع ان انا امسك لك امر واقعد افتحهم لك، الموضوع هيبقى رخم جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اصلا البرنامج مبني في بيئه اوتوكاد، فيعني بص من اول موديلنج ده اوتوكاد، الحاجات دي كلها اوتوكاد العاديه. فانا بحاول اتعرض لك للحاجات، على فكره مش شاطر في اوتوكاد خالص، انا بحاول بس اتعرض لحضرتك للحاجات اللي انا بستخدمها في برنامج اوتوكاد بلاند 3 دي، فبتلاقي امر بسيطه خالص من اوتوكاد، الامور بسيطه خالص وسهله. يعني انا مش شرط تبقى شاطر في اوتوكاد ولا بروفيشنال فيه، انا هعلمك الاوامر اللي انت ممكن تحتاجها ان انت تعمل اي حاجه، امور سهله خالص. لكن ان انا هاخدهم امر واجي هنا مثلا على ستراكشر واقول لك مثلا ايه في حاجه اسمها ريستور ممبر ولما نعمل ستراكشر ستيل هتعمله، لا احنا هنشتغل زي ما احنا شغالين كده، والاوامر هتلاقيك في اخر المحاضرات غطيتها كلها. يعني انا عشان اشرح لحضرتك دي لازم نكون شغالين بايبنج، بس احنا ما بداناش بايبنج لسه، ده احنا لسه بنتعرف على واجهه البرنامج. هيبقى مستحيل ان انا اقول لحضرتك الزرار دي اي فائدته ايه والقوانين دي. الحاجه اللي انا بقولها لحضرتك برضه يا باشمهندس روماني، انه زي ما قلت لك من اول هنا وانت طالع لفوق ده اوتوكاد العادي،
احنا بس بنشتغل على الثلاثة الاولانيين دول، الاربعة الاولانيين دول معايا. الباقي ده كلها اوتوكاد العادي اللي انا وريت لحضرتك برضو المحاضرة اللي فاتت ازاي تجيبه، اللي هو درافتنج اند انوتيشن. لو جبته اللي هو اوتوكاد 2 دي اللي مشهور جدا عن الشباب، لا والله انا عايز اوتوكاد 3 دي اللي هو 3 دي بيزكس ده، هذا يقلب لك برضو الدرافتنج اللي احنا كنا شايفينه. لا انا والله عايزه 3 دي موديلنج، هو اوتوكاد بيت اوتوكاد العادية خالص، ارسم واعمل كل اللي انت عايزه. ودي على فكره ميزه كويسه جدا، لانه دي بتمكنك ان انت تعمل اللي اوتس وترسم الطرق وترسم كل اللي انت عايز ترسمه، واللي مش مفهوم الاوتوكاد هو ايه، بس هو ما يهمنيش ان هو يفهمه. يعني مثلا في بيت اوتوكاد ده ايه، انا عايز اعمل سكيورتي فينس، هات لي هنا سكيورتي فينس، مفيش سكيورتي فينس. لكن عادي خالص انا هجيب رسمه سكيورتي فينس واحطها للبرنامج واقول له ايتم، عادي خالص دخلها بلوك ايتم اي حاجه، دخلها للبرنامج وسميها على انها فلاير، حطها فلاير وسميها سكيورتي فينس وحط اللي انت عايزه، محدش يقول لك حاجه. فاهم عايز اقول ايه؟ البيت اوتوكاد بتسمح لك ان انت تجيب اي رسمه 3 دي وتدخلها له. وكمان شويه المحاضره الجايه ان شاء الله غالبا او اللي بعدها هنجيب ايكيوبمنت هنعملها ببرنامج ثاني ونحطها هنا، وهو مش عارف دي ايه اصلا، وهنعرفه ان هي ايكيوبمنت وهيبدا يشتغل عليها على انها ايكيوبمنت، وهنحط لها تاج نمبر ونحط لها مواصفات وهتقف عليها زي كده، هتلاقي جايب لك ان هي ايكيوبمنت والتاج بتاعها كذا وكل حاجه. تمام كده يا باشمهندس روماني؟ الاكيوبمنت التاج ممكن لينك الحضور. مهندس احمد رد عليك، شكرا لكل مجهودكم، شكرا يا باشمهندس. طيب في اي اسئله عند الشباب؟ الله يبارك فيكم، تسلم يا باشمهندس ادوار. الاسئله يا باشمهندسين الله يبارك فيكم، عايزين نتكلم في الاسئله. طيب يا شباب يبقى كده المحاضرة بتاعتنا خلصت، لو حد عنده أي أسئلة في أي حاجة يتفضل، والمهندس أحمد هيبقى مع حضراتكم هيفتح لكم الصوت، وأنا معاكم إن شاء الله لغاية ما الميتنج يتقفل. لو حد عايز يسأل أي حاجة أنا موجود، اتفضل يا باشمهندس أحمد. شكرا جزيلا طبعا لحضرتك على المحاضرة الجميلة دي، و الله يبارك فيك. حد عنده أي سؤال في الشات، وفي ممكن يعمل رايز هاند أو ممكن يفتح المايك، يعني دلوقتي يقدر يفتح عادي. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. باشمهندس دلوقتي انا عبد الرحمن سالتك عن البينوفاتيريال. فاهم يا باشمهندس. باشمهندس دلوقتي انا لو انا ينفع اضيف الاضاءه او اللي هي اللمبات على البلاتفورم اللي كانت معموله دي؟ طبعا. طبعا يا باشمهندس. حضرتك حضرتك المحاضره الاولى ولا ايه؟ نعم باشمهندس انا هوريك حضرتك. طبعا نقدر نحط اي حاجه، اي حاجه، مش شرط ان انت تعرف البرنامج ان دي لام، لكن تقدر تعمل بريزنت اي حاجه انت عايزها. انا كنت وريت لحضراتكم المره اللي فاتت، خلينا نجيب مثلا سنتر واحد، ده مثلا مشروع كنا عاملينه في الكويت، شركه اسمها شركه كارف سبيك اللي كانت عاملاها، برضه معمول ببرنامج اوتوكاد بلاند 3 دي، عاملين بريفيو لكل حاجه، للكابلات، للكنترول بانلز، كل حاجه، كل حاجه بلا استثناء. يعني مثلا زي ما حضرتك شايف كده يا باشمهندس، تعالى اوريك. هذا لمبات السقف هناك اهي متعلقه، تلاش من اي حاجه. هذا لمبات السقف اهي، شايف حضرتك اللايتنج، لمبات السقف اهي متعلقه كلها. اللمبات الجانبيه هتلاقيها متعلقه تحت برضو، اي مكان فيه بره. تعالى نطلع عند الفيزلات، عند الفيزلات شايف حضرتك اللمبات فين؟ اللمبات اهي، هذا لمبه اهي، عمود اناره سيلكت، عمود اناره، عمود اناره اهو. ايتم على فكره بتعمله وتعمله كوب بس، وتحطه في كل مكان وتلفه في هنا وتلفه هنا. هذا اناره اهي، في اناره جايه ثانيه هناك اهي. عمود اناره برضو على البلاتفورم، هذا برضو الهندريل اللي احنا لسه راسمينه من شويه، وتقدر تعدل في الاستراكشر بتاعه. وهذا هذا لايتنج تاور، هذا لايتنج تاور، هذا لايتنج. اعمد انت الاناره بره خالص، سيب القواعد الخرسانيه بتاعتها اهو. طب ده انا عندك لايتنج تاور ليها بلوك معينه موجوده في اللي هي ايه؟ موجودة في البرنامج ولا احنا بننزلها كبلوك؟ بص يا باشمهندس، انا هقول لحضرتك على طريقة سهلة جدا للحاجات دي. كل اللي مطلوب على حضرتك، بص، في موقع احنا بنتعامل معاه اسمه جراب كاد. جراب كاد، جراب كاد ده الشباب عاملينه. هعلم حضرتك ان شاء الله المحاضرة الجاية ازاي تسحب اي حاجة من موقع تاني. جراب كاد ده قاعدة بيانات ضخمة جدا، كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت بس بتعمل اليوزر عليه، وتعالى مثلا نقول لايتنج، لايتنج
اوفر هيد كرين او وات ايفر انت عايز ايه، هتلاقي شباب كتير جدا عاملين تصميمات وحاطينها بحاجات بالمنظر ده، بتشوف ان هو المتناسق مع السبيسيفيكيشن اللي انت عايزها، بتنزله بيديك ملفات اوتوكاد، ملفات مثلا سوليد ورك، ملفات اوتوكاد، ملفات انفرتر. هعلم حضرتك ازاي تسحب الملفات دي كلها المره الجايه، بتنزل بس الملف من هنا وتبدا تعمل له سكيل على السايز اللي انت عايزه بالظبط، بحيث انه يبقى ماتشنج مع البروجكت ريكويرمنت بتاعتك، وتبدا تدخله في البرنامج وتعمله بريزنت. في موقع تاني اسمه 3 دي كونتنت سنترال، ان شاء الله هوفر لحضراتكم برضو الموقع ده، المواقع التانيه كمان نفس القصه، بتخش تبحث عن اي ايتم، هتلاقي شباب كتير جدا من زمايلنا المهندسين راسمين الحاجات دي كلها، ما تضيعش وقت، هات لايتنج بول، هات لايتنج تاور، هات كشاف، هات مش عارف ايه. هو الفكره بس ان انت تكون حريص انه الحاجه ما يبقاش فيها تفاصيل كتير جدا من جوه، عشان ما تتحملش معاك جرافيكس عالي، لان مثلا السايز بتاع الملف يفرق معاك، لما تجيب ملف هو هيعمل له ريندرنج اللي هو ايه، بيحمل على كارت الشاشه مساحته مثلا 50 ميجا، ولا لما تجيبه نص ميجا. احنا كمان شويه مثلا بتلاقينا بنعمل بريزنت الاكسسبيلتي البني ادم، عندك المهندس اهو لابس اخضر وبعدين لابس ازرق وبعدين مش عارف ايه، متخيل انه في حد مننا قعد مثلا ساعتين ثلاثه عشان يرسم واحد ويرسم لا، بنخش على المواقع وننزل الايتمز الشباب عاملينها وتبدا تشتغل عليها، تحطها في المكان اللي انت عايزه. ان شاء الله المحاضره الجايه ان شاء الله هعلمك ازاي تسحب حاجات من بره البرنامج تدخلها البرنامج وتبدا تعرف، عايز تعرف على انا كيوبنت، عايز تسيبها زي ما هي مفيش اي. تمام يا هندسه. مش هندسة، لو في سؤال تاني في حاجة تانية بس. اتفضل يا شمس. دلوقتي الدريشر لليف فالف. ايه؟ البريشر ريليف فالف، السيفتي فالف، لما باجي احطه بيقول لي ان هو ان السايز بتاعه مختلف عن السايز بتاع البايب، مش بيتعرف عليه خالص. البريشر ريتنج ان شاء الله، ان شاء الله هحطها لك في المحاضره بتاعت البايبنج لو حضرتك صبرت عليها بس محاضرتين اتنين ان شاء الله، او لو كده ممكن اقولها لك بره، يعني بره عشان الشباب ان شاء الله. شكرا، تحت امرك يا استاذ، جزاك خير يا رب. بص يا باشمهندس روماني، البرامج المكمله اللي احنا معانا هيكون فيها تفاصيل كتير جدا وبرامج كبيره جدا، ان شاء الله هنتعرض لبعضها، وان شاء الله هعمل لكم في خالص اخر محاضره هتبقى محاضره عن البلانت سيميوليشن، ازاي فعليا احنا بنروح نعمل بلانت سيميوليشن كامل، وايه البرامج اللي احنا بنستخدمها في كل مرحله. يعني هضرب لك مثال بس، كنا قلناه المره اللي فاتت انه الاستراكشر ستيل بخش بعمل موديلنج زي اللي احنا عملناه ده بس، وبعدين ببدا احط عليه السبورتات، وبعدين باخده كلاته اصدره لتيكل ستراكشر او ستات برو او ادفانس ستيل، وابدا اعمل عليه ديزاين كالكوليشن بتاعي، وابدا اعمل فيكسنج للستراكشر، وارجعه للبرنامج تاني اتاكد انه مش عامل كلاش مع اي حاجه، وبعدين بعمل له ديتيلد انجينيرنج واطلع الاسمبل دروينج بتاعت الاستراكشر منه، واطلع الجنرال ارينجمنت دروينج اللي هي الاركشن دروينج بتاعتك، وهطلع الفابريكيشن دروينج بتاعتك، يبقى كده مرحله الاستراكشر ستيل خلصت منك. ترجع برضه للبرنامج تاخد الكومبوننت بتاعتك دي تدخلها على برنامج زي بي في اليت اللي هو البريشر فيزل اليت، برنامج تصميم فيزلات، او البرنامج اللي وريته لحضراتكم زي بتاع بنتري وتبايب فيزل، ونبدا نشتغل عليه نفس القصه، نبدا نرسم نفس الرسمه بنفس النزلات، ونبدا نعمل الاستريس اناليسيس بتاعها، ونطلع على الفابريكيشن دروينج، ونطلع على الاسمبل دروينج، ودي بتروح للمصنع اللي هيصنع لك الفيزل. يعني في سلسله كبيره من البرامج المرتبطه بالموضوع ده، لكن الاصل اللي انا يهمني ان انت تعرفه حاليا ان انت تبقى عارف ازاي تعمل 3 دي موديلنج للبلانت، لانه الحاجات دي بمشتركه مع مهندسين كتير جدا. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا انه في حاجه اسمها ستاتيك اكيوبمنت انجينير، الستاتيك اكيوبمنت انجينير ده اللي هيكلم لك على الفيزلات، هيكلم لك على مش عارف التنكات، ده بره ايده. لا عايز اقول لحضرتك انه الستاتيك اكيوبمنت انجينير ده بيتكلم على السبورتات، عندك مهندس مسؤول عن التنكات، مهندس مسؤول عن الفيزلات، مهندس مسؤول عن ال، قول معايا، عن الستيل ستراكشر، بيبقوا ستاف من المهندسين مسؤولين عن الستيل ستراكشر، وهكذا. يعني التفاصيل كتير جدا، لكن البلانت موديلنج بعتقد ان هو من اهمهم، لان الباقي كلياته هوريها لحضرتك ان شاء الله مرحله من المراحل، وانت بتعمل تصميم لفيزل، انت الفكره كلها بتختار الاكواد اللي انت هتصمم عليها، خلاص الموضوع ما عادش فيه انه هتمسك ورقه وقلم وهتحسب، لا انت لازم تكون عارف طبعا بتعمل ايه، وعارف تكون الحسابات المبدئيه بتاعتك بتمشي ازاي، لكن البرنامج بيعمل كل حاجه. وانا يمكن وريتكم المره اللي فاتت برنامج اوتو بايب فيزل،
وهو اللي بيعمل سترينث ريبورت وبيطلع لك الفابريكيشن درونج والكلام ده كله، ما بتحطش فيها قلم. يمكن بكتيره قوي تفتح الدرونج وتعدل تعدلها شويه، يتحرك ده يمين وده زي ما بنعمل في تكلا ستراكشر كده، تحركها يمين تحركها شمال بحيث انه ايه كل الديتيلز عليها واللي انت عايز تظهره عليها ظاهر وخلاص. لكن ال 3D موديلنج لا، فيه تفاصيل كتير جدا وده فيه كم موديفيكيشن ضخم جدا، وان شاء الله هنتعرض على حاجات كتير كده واوفر لكم كل البرامج موجوده. والموقع اللي انا بتعامل معاه اللي هو downloadly.ir، ده downloadly.ir اللي انا منزل اللي حضراتكم نزلتوا من عليه البرنامج هتلاقيه موجود عليه كل البرامج دي. انا ان شاء الله هضيف لكم اسمها في المحاضره ان شاء الله اللي هنتكلم عليها دي اللي هي بتاعه البلانت سيميوليشن، وحضرتك ممكن تنزلها وتبدا تتعامل عليها وهتلاقي فيها العلم بتاعها تقدر تستفيد منه. هو مش يكون في مكتبات موجوده في 3 دي ماكس ازاي؟ هو مش يكون في مكتبات موجوده مثلا دي ماكس ازاي 3 دي ماكس؟ انا مش فاهم السؤال حضرتك يا باشمهندس ادوار، لو تفتح الصوت وتقول لي. هو في برنامج 3 دي ماكس بيكون في مكتبات جاهزه كده مثلا للترابيزه لشكل كرسي للحاجات دي، ما ينفعش في البرنامج هنا يكون مثلا برضو في مكتبات في مكتبات جاهزه، في مكتبات ضخمه جدا مش هنزل المره الجايه اوريك الترمبات احنا بنرسمها في ديها، في مكتبات ضخمه جدا بس ان هو يحط لك كل حاجه انت ممكن تفكر فيها مستحيله. لكن انا عايز اي حاجه اي حاجه اطلع هتلاقي مواقع الرسم الهندسي الشباب مغطيين حاجات كتير جدا دي. انا مثلا في المشروع بتاعنا ده خلينا نفتحه، يعني مثلا هضرب لك مثال بسيط خالص، انت متخيل ان الشركه برسمه البلدمين دول؟ ابدا. عندك هنا مثلا في الفيزل دي فيها اوفر هيد كرين، اهو اوفر هيد كرين اهو، هاي الاوفر هيد كرين ده عامل له سكيل بس نزله من على اي موقع وعامل له سكيل عشان يغطي الطول اللي هو عايزه. نفس القصه هنا الكشافات دي كلها متخيل ان حد قاعد يرسمها؟ انا نزلتها وعملت لها سحب على البرنامج وبدات احطها، اهي فيها اللمبه حتى بتاعتها، يعني لما اجرب فيها كل التفاصيل بتاعتها. متخيل ان حد قاعد يرسم اللمبه دي؟ اكيد ما عندناش حد فاضي يعمل الكلام ده كله، بيبقى مطلوب منك 10,000 مخطط في اليوم. فلا التفاصيل دي كلها انت بتقدر تجيبها من بره، فعايز تجيبها من بره في ثواني. لكن هو البرنامج بيعمل لك بريزنت لايه؟ لكل البايبنج ده. يعني مثلا انت متخيل يعني السيل ستراكشر مثلا اللي اشتغلناه امبارح، احنا رسمنا اي حاجه بايدينا؟ احنا رسمنا جريد ورسمنا عليها الاستراكشر، هو اللي عمل قاعده البيانات بتاعه الاستراكشر كلها. الحاجه الثانيه ان البرنامج بيعمل لك حاجه اسمها ايه؟ بيعمل لك حاجه اسمها البايب سبيكس. شايف البايب سبيكس اللي احنا شغالين عليها ده؟ البايب سبيكس لو جينا ايه؟ البايب سبيكس لو جيت في حاجات كتير جدا انت مش متخيل ان هي موجوده اصلا في البرنامج، هي موجوده. عايز اوري لحضرتك، احنا كنا مثلا ضايفين في البرنامج بتاعنا انه الكيبورد ريز بتاعه الكهرباء كلها موجوده كبايب سبيك. كل اللي مطلوب منك بس تحدد البايب سبيك، هتلاقي مثلا الدايمنشن ده 10 سم 15 سم 100 سم العرض بتاعها، وتبدا تعمل لها بترسم، بيرسم لك مثلا الكيبورد ريز كامل بالكروس كونكشن بتاعته، وان سايد كونكشن، بتي بانل، كل حاجه. وهي كلها في الاول وفي الاخر هي ايه؟ هي بايب سبيك. يعني انت مدخلها له بتقول له ده هي بايب سبيك، بس هي مش بايب سبيك، هي كيبل تريز. فاهم القصه عامله ازاي؟ وموجوده على النت على فكره حاجات كتير جدا. شباب مهندسين زي حالتنا كده ادفانسد شويه في البرنامج عملوا الحاجات دي وبيوفروا فلوس. يعني الموقع نفسه لو جيت على برنامج اوتوكاد ده وعملت كونكت تو اب ستور، ده اب ستور هتلاقي فيها حاجات كتير جدا مهندسين زي حضراتكم كده هم اللي مصممينها ورافعينها لك. بايب سبيك بتعمل لك مثلا كيبل تريز، بايب سبيك بتعمل لك مش عارف ايه وهكذا. يعني في السكافولدنج كامل، لو عايز تعمل كونستراكشن اكتيفيتي في السكافولدنج كامل موجود على بايب سبيك، مجانيه على الموقع بتاع اب ستور اللي هو بتاع اوتوديسك اب ستور اللي هو الموقع ده appexchangeautodesk.com، موجوده كلها، ابحث عنها هتلاقيها ونزلها واشتغل عليها. ترسم سهلات زي ما انت عايز، وانت ما بترسمش حاجه في الاول وفي الاخر. وصلت يا باشمهندس الماني؟ ألف شكر يا باشمهندسين، أنا أتمنى منكم خير والله. شكرا جدا يا باشمهندسين.